مرحبا. كمان اليوم منطلع عليكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من صحتك بالدنيا، مضمونة بهمكن أكيد لأنه صحتكن بتهمنا. ضيوفنا ناطرينكن حتى يجاوبوا على كل أسئلتكن، إن كانت اللي عم تنطرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو مباشرة عبر الهاتف. أما هلأ خلينا نشوف شو هو مضمون حلقتنا ومين هن ضيوفنا. موضوع حلقتنا هو مشاكل التنفس وأمراض الرئة عند الأطفال. سوف نستضيف في الاستوديو دكتور بيير حاج، اختصاصي في أمراض الرئة عند الأطفال، نديم فخوري، معالج فيزيائي واختصاصي في الطب الصيني، وغينا غلييني، اختصاصية التغذية من بوست شوب. وهلا من بعد ما تعرفتوا على موضوعنا لليوم، بدي اطلب منكم لكل اللي حابب يشارك معنا ما له الا يتصل على الارقام اللي عم تمرق باسفل الشاشه، وكمان فيكم تبعتوا لنا اسئلتكم على الواتساب كمان على الرقم اللي عم بتشوفوه عم يمرق قدامكم. اما هلا اعزائي المشاهدين صار وقت نحن وانتم نشوف شو هي اخر الاخبار الطبيه. أشارت دراسة حديثة إلى أن إعطاء مكملات اليود للمرأة خلال فترة الحمل ممكن أن تعزز من ذكاء الجنين. أجريت أبحاث طبية حديثة بتفيد بأن تناول الثوم بشكل منتظم بيأثر بشكل كبير على انخفاض ضغط الدم المرتفع والمحافظة على مستوى ضغط الدم. أشارت دراسة حديثة إلى أن تناول الخبز الأبيض والباستا قد يزيد من خطر الاكتئاب عند النساء بمرحلة ما بعد سن اليأس. مشاهدينا بدي ارجع اذكركم وخاصة لكل اللي انضموا لنا هلا انه كيفية التواصل معنا كثير سهلة، لكل اللي حابب يطرح اسئلة علينا في يطرحها من خلال واتساب على الرقم اللي عم يمرق باسفل الشاشة، واكيد ضيوفنا حاضرين وجاهزين معنا بالاستوديو حتى يجاوبوا على كل اسئلتكم خاصة اللي عم تنطرح مباشرة على الهواء عبر الهاتف كمان على الارقام اللي عم تمرق باسفل الشاشة. اما هلا صار وقت نبدا باول فقرة مع الدكتور بيير الحاج. اهلا وسهلا فيك دكتور. ميرسي، اهلا فيك. دكتور خلينا نحكي شوي عن مشاكل الرئة عند الأطفال، هل هي كثيرة؟ هلا بشكل عام مشاكل الرئة عند الأطفال هي من أكثر المشاكل اللي بيجوا فيها العالم على العيادة. نعم. بيسألوا الطبيب الأطفال إنه ابنهم عم بيسأل ابنه عنده مشاكل تنفسية، وهي من الأول المشاكل اللي بتبلش بعمر كثير صغير، يعني من المعترف فيه إنه الرئة هي وعم تتكون ببطن الأم ممكن يصير فيها مشاكل صغيرة، وهيدي المشاكل دغري بتبين على الولاد، يعني في كثير عالم بيعرفوا إنه في ولاد بس يخلقوا بيضطروا يقعدوا بالحاضنه طبيعه الاطفال، بيضطروا ياخذوا اكسجين، بيضطروا ينحطوا على مكنه التنفس، كل هيدي لان صار في عندهم مشكله بالتكون طبيعه ريتهم، فمشاكل التنفس بشكل عام عند الاولاد بتبلش من عمر كثير صغير وبترفقنا ثاني كبار. نعم، ليه بصير عنده مشاكل بالرئه او بتكون الرئه هو جنين؟ هلا اذا بدنا نقسم هيدي المشاكل عند الصغار كثير، يعني عند حديثي الولاده، من المعترف عند حديثي الولاده انه هي عم تتكون الرئه نحن وببطن امنا، هي عم تتكون الرئه طبيعيتنا، ممكن ما توصل لنضج كافي، يعني اذا الام ولدت بالشهر السابع او الشهر الثامن، يعني قبل ما يكون الوقت الولاده الطبيعي، ممكن هذه الرئه طبيعه الولد ما تتكون بشكل كامل، ما يجوا كل الخلايا اللي يعني المفترض يكونوا بالرئه موجودين ليعملوا شغل الرئه الطبيعي، لان نحن الرئه طبيعتنا مفترض فيها نحن نتنفس، نفوت الاكسجين، نظهر السي او2، نحسن كل شيء بجسمنا من وراء، نظهر الافرازات اللي هي السامه من قلب جسمنا بنظهرهم من خلال الرئه طبيعتنا، فبقى في خلايا شغلتها تفوت الاكسجين وتظهر السي او2، هيدي الخلايا بتتكون نحن عم نخلق ببطن امنا وعم نتكون، اذا وصلنا للشهر السابع ما بتكون بعد نضجت كلها، فبوقت اللي بنخلق مجرد ما نحن نوجد بالطبيعه في الهواء الطلق، الرئة طبيعتنا منا جاهزة لتتنفس بهيدا البيئة يلي نحن موجودين فيها، كرمال هيك بنبلش نعمل صعوبة بالتنفس، في ولاد بصير دغري بيزرقوا بعد الولادة، في ولاد ما بيبكوا بنضطر نعمل لهم انعاش على الولادة، فبقى هود الأشخاص من هن ببطن أمهم بتبلش المشاكل عندهم. نعم، طب ما فينا نعمل له شيء للجنين هو ببطن أمه لحتى نساعده إنه تتكون ترجع رئته؟ بلا، هلا إذا صار الطبيب النسائي اللي عم بيتابع الحمل عند الإمرأة بيعرف إنه في عندي احتمال إنه هالإمرأة تولد بالشهر السابع. صار بينعطوا ابر والابر يلي فيهم كورتيزون، لان الكورتيزون هو بيعمل ستريس عند الولد، وبس تعرض الجنين لستريس بتسرعي له النضج طبيعته والنمو طبيعته، واول شيء بتسرع هو النضج طبيعه الرويه. نعم. فممكن نساعد الولد بهيدي الطريقه، وحتى هلا على الولاد اذا نحن معروف انه هذا الولد ممكن يكون في عنده نقص ماده بقلب الرئه طبيعته، ممكن دغري بس يخلق نحط له الصون تبعت الانتوباسيون، يعني نعمل له نحط له انبوب بالرئه طبيعيته ونفوت الدواء للاشياء اللي ناقصه عنده، فبقى بنعوض له عنها تيكون هو جسمه قلع والرئه قلعت،
لتصير تقدر هي منها لحالها تفبرك هذه المادة الناقصة. ممكن هالطفل وقت يخلق يحتاج لعملية؟ لك عمليات جراحية في أشخاص ممكن يكون في عندهم الأمعاء تبعيتهم أو المصارين تبعيتهم يكونوا طالعين بالقفص الصدري، هذه المشكلة كثير بتصير وكثير موجودة، هنا عم بتكونوا العضل يلي بيكون بين الرواية وبين البطن يلي بيفصل بين الاثنين، ما بيتكون مزبوط أو بيكون ضعيف، ممكن ينخزق هو ببطن أمه الولد وبيطلعوا المصارين بياخذوا مطرح الرية فبقى الرية ما بتنضج، هدول للدغري بس يخلقوا بنضطر نعمل لهم عملية نرجع الأمعاء لمطرحها والمعدة لمطرحها وكل مطرح تصير الرية ترجع تكبر بشكل طبيعي وترجع يقدر يتنفس الولد بشكل طبيعي. الدكتور في اسعافات اوليه غير الانبوب اللي بتحطوه بفم الولد وقت يخلق؟ هلا هو قبل ما نحط الانبوب دغري بنجرب نعطيه اكسجين، بنحط بالانبوباج اللي هي معترف فيها هي كيس موصوله على بريش الاكسجين، على الاكسجين بنقدر نعمل له ضغط، يعني بنقدر ننفخ بطريقه شوي سريعه نفوت الاكسجين، بس اذا بنوصل انه في كثير اولاد ما بيتحملوها بفتره كثير طويله بنضطر نرجع نحط لهم الانبوب. نعم، طيب وهي الطفل اللي خلق عنده مشكله بالرويه لازم يضل عم بيتابع مدى الحياه او خلص وقت تقوموا بهالخطوات بتطمنوا بالكم انه خلص مش الحال؟ هلا هو بالاول نحن وقت بنعمل كل العلاجات دغري على الولد، يعني بنعطى السيرفكتان يلي هو من برا وبنعطى الاكسجين، الولد بيمرق بفتره منيحه بيمشي الحال، بس في كثير اولاد بيعملوا مشاكل خلال هذه الفتره، بتعرفي انت موجوده بعينيه فائقه معرضه كثير لجراثيم، يعني في كثير جراثيم حواليك وانت اوريدي كنت ببطن امك ما عندك ولا اي شيء، يعني مطرح كثير نظيف، مجرد ما لقيتوا جراثيم في اولاد كثير بيعملوا التهابات رئويه هن موجودين، بيضطروا ياخذوا ادويه التهاب، بس المنيح انه بالدراسات عالميه واذا عمل العلاج مظبوط بيتحسن هدول الاولاد وبيطلعوا بلا ولا اي مشاكل لبعدين، يعني ما ضروري نحن نحمل معنا المشكله يلي صارت معنا نحن وصغار نحملها كل حياتنا. نعم، هذا بالنسبه للجنين، ممكن الولد يخلق طبيعي وبعدين يصير عنده مشاكل بالرئه؟ نعم، هلا في كثير اولاد بيخلقوا على الترمون ما بيكون في عندهم مشكله، بس بعدين قد ما بيتنفسوا بسرعه خلال اول 24 ساعه في بعض الاولاد تفقع الرية طبيعيتهم، بيجي الهواء بين القفص الصدري وبين الرئة، بيعملوا ضيقة نفس كتير قوية، هيدي العلاج طبيعيتها كتير سهل وكتير سريع، كرمال هيك الولد بيكون بالمستشفى خلال هيدي الفترة، بيتفضل الهواء بترجع بتفتح الرية مزبوط وبيمشي الحال، هدول الأولاد لقيوا بعض الدراسات إنه بما إنه هن خلقوا بالأول ما كان في شيء وعملوا مشاكل بعدين، في عندهم استعداد بحياتهم بعدين، صير في عندهم مشاكل تنفسية مزمنة، يعني من بيناتها اللي هي أكثر شيء السعال المزمن أو الربو الدائم كمان عند هدول الأطفال ممكن يعملوا هذه المشكلة بعدين. نعم، حنحكي دكتور أكيد عن الربو وغيرها، بس إجمالاً هالمشاكل بتنعاد خطرة أم لا؟ لك إذا المشكلة وقتها بتفقع الرئة وبيطلع الهواء برات، إذا ما انعمل العلاج بطريقة كثير سريعة اكيد لان بتشكل كثير خطوره، لانه هذا الهواء يلي ظاهر من الريه رح يخلي الريه تسكر على الاخر، رح الدم يلي جاي على الريه ما ياخذ اكسجين مزبوط، يعني رح ينقص اكسجين على دماغ الولد، اكيد بتشكل خطوره، بينما غير مشاكل يعني في كثير مثل التهابات رئويه هلا اكيد رح نحكي عنها شوي، لان احنا بس الحديث هلا حكينا عن الاطفال عن الحديثي الولاده، بس في كثير مشاكل رئويه بتجي بعدين عند الولاد جلي اكبر، من بيناتهم بيعملوا برونكيوليت اللي هي مثل انسداد بالمجاري الهوائيه من وراء فيروسات، لانه نحن هلا عم نحكي عن التشويهات يلي بتبقى خلقه، بس نحن الخلقه هودي قسم كثير صغير من المشاكل يلي بنعالجها عند الاولاد بحياتهم، يعني بتعرفي انت اكثر شيء موجود هلا هو الالتهابات، يعني كثير من الوقت فيروسات موجوده بالطبيعه، كثير من الوقت بكتيريا وجراثيم موجوده بالطبيعه، والتلوث كمان بخلي انه نعمل مشاكل رئويه كثير صارت اكثر بكثير من المشاكل اللي بنخلق نحن فيها. نعم، دكتور اكيد حضرتك باقي معنا لثلاث فقرات بحلقه اليوم، يعني رح نحكي بالتفصيل عن موضوعنا واكيد بهالوقت رح نجاوب على اسئله المشاهدين، وصلنا كثير اسئله على الواتساب. اول سؤال بيقول ابني بيعاني من السعله وعمره 5 اشهر وكل ما بيسعل بيستفرغ، شو اسبابه وشو لازم اعمل؟ هلا عند الصغار كثير هلا اكثر شيء الاهل بيسالوا عن السعله، لانه اكثر شيء ببين عند الولد هو السعله، بس اذا ولد عمره 5 اشهر ما عنده مشاكل تحسس بالعالي، يعني لا الام عندها ربو ولا البي عنده ربو ولا عندهم حساسيه جلديه ولا حساسيه بالجيوب الانفيه، اكثر شيء نحن بننبش عليه عند الولد يكون في عنده ارتجاع، لان اكثر شيء بيعمل له تهيج بهذه المنطقه هو الارتجاع، يعني بياكل الولد واكثر شيء بياكله حليب بهذا العمر، بيرجع بيطلع الحليب لهون بخليه يسعل، يعني هو نحن ردة فعل طبيعية وقت بيطلع الأكل لهون تما يخنقنا نسعل تنظهره، كرمال هيك عند الأولاد اللي عمرهم 5 اشهر في كثير من الأوقات بتكون سبب طبيعية السعالة هو الارتجاع. يعني ما بتنعد هون مشكلة رئة؟
لكن هو مشكله الجهاز الهضمي بتخلي انه يصير في عندك مشكله تنفسيه، بس اكيد ما بيمنع الولد يكون في عنده حساسيه رئويه، لان الحساسيه اول دليل لها هي السعله المزمنه، بتبلش عند عمر الصغار، يعني بيكون عمرهم شهرين او ثلاثه بصير يعملوا سعله متكرره، بس اهم شيء مع هيدي السعله الاهل بينتبهوا لهم انه بصفر صدرهم، بصير عندهم لهث الاولاد، يعني بصير يطلعوا اصواتهم وعم بيتنفسوا، بينما السعله يلي بس فيها بلغم، السعله يلي ما فيها لهث، ما بتعمل ضيقه نفس عند الولد، هيدي منا السعله اللي بتخوف. ومبدئيا يعني كل الاشياء اللي بتخوف هي اللي بتعمل ضيقه نفس، بتخلي لون الولد يتغير، بتخليه يزرق، كل هيدي معناتها انه في مشكله كثير كبيره بالجهاز التنفسي، ممكن يكون كمان في مشكله بالقلب، لانه اذا القلب عم بضخ كثير دم على الريه بس تغرق بالدم كمان الولد بيسحل، غير انه من الجهاز الهضمي اذا طلع الاسيد على الريه كمان بخلينا نسحل. نعم، مشاهدينا نحن بعدنا مكملين معكم، بدي اذكركم دكتور بيير بعده موجود معنا حتى يجاوب على كل اسئلتكم، الاسئله اللي عم توصل على الواتساب نحن عم نجاوب عليها بهذه الفقره، وكمان فيكم تتصلوا فينا على الارقام اللي عم تمروا باسفل الشاشه حتى نقدر نجاوب لكم على اسئلتكم مباشره على الهواء. دكتور رح نكمل معك بثاني سؤال، التدخين بالبيت حتى لو ما كان الطفل بالغرفة هالشي بيأذيه أو لا؟ أول شيء رح نبلش بالتدخين عند المرأة الحامل، أكيد بيأذي، كل الدراسات ثبتت أنه الأمهات اللي بيدخنوا أو معرضين للتدخين خلال فترة الحمل الريسك عند الجنين طبيعيتهم وعند الولد طبيعيتهم بس يخلق بعدين بينضرب ضرب ثلاثة، يعني إذا أنا عندي حظ بالحياة أعمل 20% ربو، الولد اللي أمه بتدخن حظه 60% ضرب ثلاثة، فبقى هيدا بالنسبة للأم الحامل، يعني هي والابن عم بيتكون ببطنها بتعرضه لمشاكل وبتزيد له احتمال الخطورة إنه يعمل مشاكل تنفسية بعدين، وحتى إذا الولد عم بيربى بمطرح فيه تدخين، التدخين ما تنسى إنه معمول من نيكوتين ودخان موجود بالأوضة بفوت بقلب الفرش، نحن مجرد ما حاملين البيبي تبعيتنا يلي هو كثير صغير، اذا بننايمه على الصوفة حدنا يعني ما بدها كثير، ما تم وين ومناخير وين عم بتنشا الدخان يلي نحن دخناه، حتى لو ما كان بالاوضه معنا بس يرجع يفوت على هيدي الاوضه، البرادي كله دخان، الفرش كله دخان، ببين في مشكله، حتى بتيابنا يعني نحن بس ندخن نجي نحمل ابننا اكيد بتيابنا معبى دخان ومعبى نيكوتين والولد رح ياخذهم بطريقه غير مباشره. اكيد. دكتور من اسئله المشاهدين رح نرجع لاسئلتنا، كنت عم تحكي شوي عن الالتهابات. نعم. اللي بيعاني منها الولد، خبرنا. نعم. شوي عنها. هلا الالتهابات بتبلش عمر كثير صغير، يعني في عندنا التهابات دغري بتبلش عند الاطفال الخلقانين جديد، هذه الالتهابات بتكون اكثريه الوقت جرثوميه، يعني في ايامات الولد اذا خلقان بطريقه طبيعيه هو عم بيظهر من خلال الولاده ممكن يلقط التهابات، بعدين مجرد ما موجود هو بالطبيعه اذا حدا من الكبار مرشح او شيء فينا نعديهم كثير للولاد. اهون شيء والاكثر شيء بيعملوه هو الجريب والرشح اللي نحن بنعيشه بفتره الخريف وفتره الشتاء. في كمان في بعض الاشخاص يلي عندهم استعداد بيعملوا من وراء ضيقه نفس حاده، بيضطروا يروحوا على المستشفى، بيضطروا يروحوا على الطوارئ، يحطوا كمامات فيها موسعات للشعوبات الهوائيه، بيضطروا ياخذوا ادويه على فتره، هدول الاشخاص اذا بتتكرر عندهم هيدي الالتهابات، يعني اذا عملوا مره واثنين وثلاثه صفير على صدرهم وضيقه نفس على صدرهم، هدول الاشخاص اكيد بعدين بحياتهم رح يكون في عندهم ربو. هيدا بالنسبه للصغار كثير، عند الاكبر شوي، التهابات الرئويه بتبلش اكثريه الاوقات عند الاولاد ببلشوا برشح، بعدين بصير السعله تزيد والمخاط يزيد والبلغم يزيد، بعدين بصير الرشح ينزل على صدرهم، بصير في عندهم التهابات مزمنه شوي بالصدر، ممكن يصير في عندهم بلغم كثير يعملوا التهابات بالرئه، والتهابات الرئه ما نفكر انه شيء كثير نادر، بالعكس هي بتصير باكثر من 30% من الاولاد ممكن يعملوا مره من المرات بحياتهم التهاب رئه، واذا ما تعالج التهاب الرئه مزبوط والعلاج تبعيته كثير هين، يعني هو دواء التهاب، اذا ما تعالج بطريقه كثير مزبوطه بخلي في عندنا اثار بقلب الرئه تعملنا مشاكل كل الوقت ونضلنا نسعل كل الوقت. نعم، حنحكي عن هذه الاثار بالفقره الثانيه والثالثه، حضرتك مكمل معنا بعد الفاصل دكتور بيير. مشاهدينا بعد الفاصل رح نكمل موضوعنا. ترقبوا في حلقتنا فقره خاصه عن فيا اناناس من بوست شوب. أغلى الناس على قلبي.
بديت احس بالم المفاصل؟ هذا مو مقبول. وداعا للالم، اهلا بالحياه. لا تسمح لالام المفاصل ان تقف في طريقك. جرب بانادول جوينت لراحه مع قرص مبتكر بطبقتين وتسكين طويل المفعول، يدوم حتى 8 ساعات. بانادول جوينت، لما يختفي الم المفاصل ترجع الحياه لطبيعتها. مين صار عنده احلى تي في؟ وي ماي اتش دي، ماي اتش دي بقدم لك 57 محطة، منهم 46 عاية الوضوح، يعني اتش دي مع ريسيفر لمدة سنة. بدك تاني شوف نفس المحطات على شاشة أكبر؟ يا عيوني. اشترك وشاهد 46 قناة اتش دي مشمولة مع جهاز الاستقبال لمدة سنة على عربسات. اتصل بماي اتش دي. ماي اتش دي، الفرق واضح. بدي رحب بكل المشاهدين. ينطلق برنامج ببيروت. كل عشاق التكنولوجيا الحديثة والرجيم النباتي، احنا مهتمين جدا بهذا الموضوع. تايم فور جلامر اند فاشن، عالم الموضة والاكسسوار. قديش حلو كون كثير سبيشل. رح نشوف شو صارت اشياء جديدة بالاسواق. جولة على صالات السينما، مجموعة من الضيوف، التقارير والحوارات المهمة. برنامج مستمر مع الكثير من الأشياء الحلوة في انتظاركم. ببيروت يوميا ساعة 2:30 الظهر على الـ LBC. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار. أقصى الفؤاد يا حبيبي. دايما الجواز بيعتبروه حاجه مش رومانسيه. انا بعتبره قمه الرومانسيه. استمتع بكل لحظه بقعدتنا بالشاي بالعشاء. وهذا الوقت بحسه انه هو مهم لإلي ومهم لإلهم انه نكون سوا. سولا السبت الساعة 9 المساء على الـ LBC. Hello everyone, this is Ricky Martin and you're watching Papa. معكم كارول سميحة، عم تحضرونا بـ Papa. Hi Angela, it's Cody Wise. I just wanted to let you guys know, keep watching Papa. كل اخباري على برنامج Pop Up. What's going on? This is Neo and you're watching Pop Up. This is Alo Black and you're watching Pop Up. تابعوني على Pop Up على LBC وقناة روتانا مع أنجيلا، مروان خوري، وائل جسار، رامي عياش. في Pop Up تميز كين وبعده الهدف. Pop Up الأربعاء الساعة 7 المساء على LBC. مكملين معكم مشاهدينا، وبعدنا عم نستقبل اسئله الواتساب اللي عم تبعتوا لنا اياها على الرقم اللي عم بيمرق باسفل الشاشه، واكيد اتصالاتكم. دكتور بيير موجود معنا بالاستوديو حتى يجاوب على كل اتصالاتكم مباشره على الهواء ويقدر يحللكم كل مشاكلكم. مره جديده بدي ارحب فيك دكتور. دكتور خبرني، شو الفرق بين الحساسيه والالتهاب؟ لانه كل العالم يمكن بيربطوا هالشيء بالسعاله. صح، هلا هي السعاله هي دليل انه نحن في عنا مشكله بالروايه طبيعيتنا، في عنا يا بلغم يا في عنا جزيئات كثير صغيره عم بتفوت على الريه، عم بتهيج الريه، عم بتخليها ترجع تسعل، لان هو السعله هي رده فعل.
طبيعية يعني عم بتفوت شيء غلط على المطرح اللي هو لازم يكون نظيف، كرمال هيك بتسعلي. الالتهابات هي أكيد بتعمل لك حرارة، يعني كثير قليل تنلقي التهاب ما يعمل حرارة، والمعترف فيه إنه عند كل الأولاد إذا كان فيروسز أو بكتيريا شو ما كان الالتهاب جرثومة رح يعمل حرارة عند الولد، بينما الحساسية ما بتعمل لك حرارة، بالعكس بتعمل سعلة، وبتجي هذه السعلة بفترات كثير 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 كبيرة، وبيلاحظوا الأهل إنه كل فترة يعني بذات السنة بذات الفترة بتجي هيدي السعلة، بينما الالتهاب بتلقطيه بحيال لفترة خلال السنة، بينما الحساسية رح تجي بفترات معينة وقتها بيكون في غبرة كتير، وقتها بيكون في ظهور كتير، وقتها بيكون في عندك تلوث كتير، كل ما هيك ممكن هيدي الحساسية تجي، بس كشكل عام سعلة، سعلة الالتهاب رح يكون فيها بلغم كتير، سعلة الحساسية رح تكون ناشفة هيك بشكل مبسط للعالم. اوكي دكتور رح نشوف نحن وياك هلا فيديو لنوضح الصورة بالنسبة لعمل الجهاز التنفسي. مزبوط، هلا هون بالفيديو نحن بنشوف انه الجهاز التنفسي طبيعيتنا مكون من ريتين، وهدول الروايا في بقلبهم ملايين وملايين الخلايا والاكياس يلي كتير صغيرة يلي شغلتها هي تفوت الهواء وتظهر الهواء، تفلتر الجزيئات يلي منها كتير منيحة بالدم تبعيتنا وتظهرها لبرا، كرمال هيك حيلا جرثومة كتير صغيرة ممكن تفوت على قلب هالأكياس اللي كتير صغيرة بالجهاز التنفسي وتأذيها وتسكرها ويصير في عنا مشاكل، وكل ما نحن منكون أصغر المشاكل التنفسية بتكون حادة أكتر، لأنه القطر تبعيت الجهاز التنفسي مثل ما نحن شايفين هون بيكون أصغر وأصغر، والمعروف فيه أنه هلأ مثل ما حاطين هون الفلاش الجهاز التنفسي هيدا في حواليه عضل، وهيدا العضل بيعمل انكماش كل ما بصير في عندك شيء بيزعجه، يعني هون رح نشوف الشعيرات، هيدي الشعيرات اللي موجوده بجهازنا التنفسي هي عاده شغلتها تهز شمال يمين وتظهر البلغم لبرا، وقتها بيكتر البلغم بطريقه مش طبيعيه هيدي الشعيرات بتبطل تدق، المجرى الهوائي اللي هو كثير ضيق رح يسكر، من وراه رح يصير في عندنا التهاب، وبالنسبه كمان للحساسيه بنشوف هالجزيئات الصفر الصغار على الشعيرات كمان رح يزعجوا هيدي الشعيرات، رح تبطل تدق بطريقه كمان منيحه، رح تعمل انقباض بالعضل يلي موجود بقلب الريه، رح يخلي يصير في عندنا عوارض. نعم، دكتور كنت عم بتنبه من المشاكل اللي ممكن تصير، يعني هالمشاكل لوين ممكن توصل الولد او الطفل؟ هلا نحن اذا عندنا التهاب بالمجاري الهوائيه، عندنا هذا البلغم الاصفر اللي ملزق على كل الشعيرات، رح يخلي انه هيدي الشعيرات تمدق، هيدا مطرح كثير بحبوه البكتيريا ليتكاثروا، بس يتكاثروا البكتيريا هون بشكل كثير كبير وانت ما اخذت العلاج بالطريقه مضبوطه، رح يسكر مجرى الهواء هيك، ورح يصير في عندنا حتى اداويح جوار بالمجاري الهوائيه، وهيدا الاداويح اللي بتصير هي ناتجه عن تدمير للبنيه تبعيه الجهاز التنفسي، وهذا التدمير اذا صار ما بقى يرجع، يعني نحن كل اللي بنخسره من ريتنا من وراء الالتهابات الغير معالجه مضبوط ما بقى نقدر نعوضه بعدين، نحن بريتنا بقى نعيش كل الوقت، يعني مش طبيعي واحد يوصل لعمر ال 50 يكون عنده بس 60% من ريته عم تشتغل، هيدا اكيد بس يصير عمره 80 رح يعوز انينه اكسجين بالبيت ورح يعمل مشاكل بعدين، كرمال هيك نحن كثير بنصر عند الصغار نعمل لهم علاجات والعلاجات بتكون قوية وفتراتها كتير طويلة لنتأكد أنه بس نوصلهم للعمر الكبير تكون ريتهم 100% عم تشتغل. نعم دكتور كمان سبق وقالت أنه في علاقة بين الجهاز الهضمي ومشاكل الرئة. نعم. شو هي هالعلاقة؟ هلا هي العلاقه بس بشغله وحده انه عند يلي بيسعلوا كثير اكيد رح يعملوا ارتجاع، كرمال هيك بنمنعهم بشكل عام ياكلوا سوائل قبل النوم، لانه مش طبيعي ولد ياكل حليب ويفوت ينام وهو عنده سعله، اكيد بالليل رح يضلوا يسعل رح يشد كثير على بطنه رح يطلع الحليب وينزل، اكيد هذا الحليب رح يضلوا بتمه من وراء رح يعمل له بلغم كثير ومخاط كثير. وبشكل عام كمان اذا هالولد عنده ارتجاع طريقه حمايه الريه لحالها ما يفوت عليها الاسيد اللي جاي من المعده بسكروا الاوتار الصوتيه، كل ما بنعمل نحن ارتجاع بالمريء بسكروا الاوتار الصوتيه وبنسعل من وراهم، هي طريقه حمايه بس هيدي الدليل يلي انه نحن في عندنا مشكله هي السعله، ساعتها بننجبر ننبش شو المشكله بالرواية. نعم، دكتور خبرنا في انواع من الحساسيه بتعرضوا لها شوي الاطفال وبهالحاله بتاثر على الرئه؟ لك الحساسيه عند الصغار الفرق بينه وبين الكبار انه عند الصغار في حساسيه على الاكل. حساسيه الاكل هي دليل انه الولد عنده حساسيه، ممكن ب 35% من الحالات تتطور الحساسيه وتصير حساسيه رئويه وحساسيه بالجيوب الانفيه، بس حساسيه الجيوب الانفيه والرئويه عند الاولاد هي ذاتها مثل عند الكبار، يعني الغبره يلي بتزعج الكبار كمان بتزعج الصغار، والعده المنزليه يلي نحن بنلقيه بالفرشات وبالسجاد وين ما كان، مثل ما بيزعج الكبار بيزعج الصغار، بس عند الصغار بناخذ وقت اكثر تنقدر نعمل التشخيص المضبوط
لانه عند الصغار على طول بنقول انه هيدا فيروس وهيدا جرثومه وجربوا خذوا دواء التهاب وخذوا دواء للسعله وساعدوا للولد بغير طريقه، بينما الحساسيه هي ذاتها عند الكبار وعند الصغار. نعم، صفير وضعف التنفس شو اثاره عند الولد؟ لك اول شيء هو الصفير دليل انه في عندنا انكماش بالمجرى الهواء، يعني مثل ما شفنا بالفيديو من شوي بسكر مجرى الهواء على الاخر، هذا الصفير دليل ان بينتج من وراه انه الولد ببطل يقدر يتنفس مزبوط، بينقصه اكسجين، بيزرق، بصير يعمل كثير مجهود ليتنفس. اول مجهود نحن وقت بنشوفه عند الصغار ببلشوا يعنوا، يعني الولد اللي عندهم سعله معنه، يعني هذا الولد اكيد عم بيعمل كثير مجهود ليقدر يتنفس، بعدين بصير هون بالانف تبعيته يصير يشد كمان ليفوت هواء، بصير من هون يخفق كثير وبين القفص الصدري كمان بصير يخفق، كل هيدا دليل انه الولد عم بيشد اكثر واكثر ليقدر يتنفس، بعدين ببطلوا يقدروا يناموا مزبوط، بصيروا بالليل كل الليل واعيين عم بيسعلوا، بصير كل ما يعملوا مجهود يضيق نفسهم، لحديت وقت انه اذا ما تعالج الولد مزبوط بنصير نلاحظ انه هذا الولد بفضل يقعد ما يلعب ما يعمل شيء، لان بالمدرسه بالفرصه بيسعل كثير، بصيروا يتركوه انه لا اقعد ما تعمل شيء، وحتى لدرجه ببطل فيهم يقدروا يحكوا جمل، يعني ممكن يعني هذا الشيء بياثر على حياته بياثر على حياته بياثر على نفسيته، اذا ولد عنده ربو والاهل عارفينه مش عاطينه العلاج مزبوط، اول شيء عندنا مصطلح انه ولد عنده ربو ممنوع يعمل شيء، ممنوع يعمل سبور، ممنوع يعمل اكتيفيتي، لا مش مزبوط، الولد اللي عنده ربو اذا اخذ علاج مزبوط حياته طبيعيه مثله مثل كل الاولاد اللي بعمره، يعني لازم يعيش نورمال لانه مش طبيعي انه مشكله تنفسيه عند حدا تاثر له على التطور الذهني طبيعيته، لان بالنسبه للاولاد كل شيء بيعملوه له معنى، يعني بيساعدهم تنمو شخصيتهم ويطوروا حياتهم، مش طبيعي مرض يخلي الولد يتعقد. نعم، رح نحكي عن الربو هلا بالتفصيل، بس دكتور أكيد. خبرنا كيف بتشخصوا الالتهابات؟ لك التهابات رئوية أول شيء بيجي الولد لعندك عامل حرارة، ممكن أول يوم أو يومين يكون عامل رشح، يعني القلب كان عم بمخت كثير، عيونه شوي حمر، على السماعة نحن بنقدر نسمع إنه في مطرح برية ما عم بفوت الهواء مزبوط أو هو عم بفوت الهواء وعم بيطلع عم نسمع صوت خرة كل الوقت، هذا دليل إنه في مخاط وفي بلغم. ممكن إذا نحن كنا مأكدين 100% بس تشخيص سريري نعطي ولد علاج دواء التهاب بيتحسن بصير كتير منيح، إذا نحن في عنا أي شك أو حسين ممكن يصير في تعقيدات ممكن نعمل صورة صدرية وعلى صورة الصدر ببين إذا الولد عنده التهاب بالرئة وقد ايه بيكون حجمه. نعم، معنا اتصال رنا من لبنان، بتطرح عليك سؤال دكتور. أهلا وسهلا فيك رنا. مرحبا. مرحبتين. لو سمحتي بدي أسأل الدكتور سؤال. تفضلي. بس عندي ابني من هو عمره 4 شهور كان يعمل سعلي متواصل، هلا صار عمره 7 سنين وهي اول سنه بس بيرتاح بموسم الشتاء من السعلي، كنت كل ما اعمل اكس راي للروايه يطلع عنده التهابات، معقول هي المشكله تترافق معه لبعدين ولا خلص ان شاء الله قطعت؟ لكي بشكل عام اذا الولد على طول عم بيعمل التهابات رئويه وهذه الالتهابات عم بتبين على صوره الصدر، المفترض ان هذا الولد ينعمل له فحوصات زياده غير صوره الصدر، يعني لازم ننبش نحن اذا في عندنا مشكله بالمناعه، لانه ضعف المناعه عند الاولاد ممكن تجي التهابات رئويه متكرره. لازم ننبش كمان اذا الولد عنده حساسيه، لانه ممكن الحساسيه الزايده تخلي الولد معرض اكثر من غيره يعمل التهابات رئويه. اكثر من مره طلع عنده حساسيه على الغبره. اوكي، بما انه عنده حساسيه هذا بفسر ليه هذا الولد بيعمل التهابات رئويه متكرره، بس لازم تعرفي حضرتك انه في كثير اولاد بعد عمر 6 سنين ممكن جسمهم يقوى شوي على الحساسيه ويبطل عندهم عوارض، بس اذا سكن تيست طبيعته طالع ايجابي، يعني هذا الولد عنده حساسيه، ضلك منتبهه بعدين اذا رجعت هيدي السعله. بياخذ دواء هو مزمن، صار له 4 سنين تقريبا بياخذ ستالورال اذا اوكي كرمال هيك تحسن، لان هذا الدواء اللي حضرتك حكيتي عنه هلا مفترض بعد 3 سنين من اخذ هذا الدواء تصح الحساسيه وتصير كثير منيحه. هلا هو اجمالا هذا الموسم الشتاء بس اول موسم بيكون الصبي منيح، كان صيف شتاء بس يرتاح تقريبا تموز واب بس من المشكله. ملكي على العت المنزلي موجود كل الوقت، يعني هو الغبره الموجوده بالسجاد وبالصوف وبالثياب وببيروت موجوده كل الوقت. اذا ارتاح السنه مبدئيا يعني المفترض لانه تجاوب على العلاج اللي عم بياخده. ايه ان شاء الله. أوكي. يعني دكتور ان شاء الله ما بتسرتب انه مشكله تكون حاملها معه لبعدين. لك شغلي العلاج اللي عم تعطيه يلي هو النقط اللي بنحطه تحت اللسان، هودي كفيلين باكثريه الحالات انه يصححوا المريض من الحساسيه. ان شاء الله. شكرا لك دكتور. سلامتك. شكرا.
نعم. بدي اتشكر اتصالك رنا، سلامة قلب وابنيك. دكتور كنا عم نقول انه بتفرق العلاجات بحسب حجم الالتهاب. مزبوط. كيف تفرق يعني؟ هلا هيك ايامات بيكون التهاب رئوي عادي والولد بعده عم بيروح وبيجي وبيمشي وعادي والنشاط تبعيته العادي، بنعطي دواء التهاب بفل على البيت، بياخذوا سبع ايام وبصح وبطل في شيء. في عند بعض الاولاد ممكن يكون الالتهاب كثير كبير، يعني بخلي بيأثر على الغذاء تبعت الولد، يعني ببطل ياكل مزبوط، ببطل يشرب، الحرارة بتبقى مرتفعة كتير كتير لدرجة انه ما بنقدر نوطيها بالبيت بالأدوية الحرارة العادية، بنضطر نفوته على المستشفى. عند 25% منهم هؤلاء الولاد ممكن يعملوا التهاب، والالتهاب بيزيد كتير يصير في عندهم عمل برات الرية، يعني بيعملوا بلورال افيوجن، هو بيجي العمل برات الرية بيصير بين الرية والقفص الصدري. المشكلة بهذا العمل بس يجي اللي هو ناتج من وراء الجرثومة يلي لقطينا. الأدوية نحن يلي بنعطيها بالتم حتى لو كانت كتير متطورة وكتير دوزات كتير كبيرة ما بتوصل عند هذا العمل المجمع بين الرية والقفص الصدري، بنضطر نفوت هذا الولد على المستشفى لنعطيه مضاد حيوي بالعرق، وبعد فترة حتى بنضطر نعمل لهم عملية جراحية نفضي البلغة العمل يلي موجود بين الرية والقفص الصدري، نظهر العمل لبرا لتصح الرية وتتحسن. هدول الأولاد بيكونوا عاملين تعقيدات، ممكن في منهم غير إنه يعملوا عمل برة الرية ممكن يصير في عندهم مثل كياس عمل حتى بقلب الرية، وهدول الأشخاص بيتطلبوا قيمه 4 أسابيع بالمستشفى مع مضادات حيوية، وبيضلوا يعانوا شي 6 أشهر من الارتدادات طبيعية هذا الالتهاب عليهم. بس اكيد بيرجعوا بيتابعوا حياتهم، بيرجعوا بعدين عادي تبعيه بعد العلاج. في اتصال كمان دكتور. جلد. الو الو. بتمنى على رنا ترجع تعاود الاتصال فينا. دكتور كنا عم نحكي عن الالتهابات. نعم. تحكينا كيف بنشخص الالتهابات. نعم. خلينا نحكي هلا كيف بيتم تشخيص الحساسيه وشو العلاج. أوكي. هلا الحساسيه بشكل عام رح يجي لعندك مع سعله ناشفه، ما رح يكون في عندهم بلغم وما رح يكون في حراره. اهم شيء الحراره بتقلك انه اذا حساسيه او التهاب. ما في حراره نحن اللي بصير بنسال الاهل، واهم شيء بالسؤالات تبعيتنا بنشوف اي متى الولد عم بيعمل مشكله هذه السعله تبعيته، اي متى عم بتكون، اذا عم بيكون في مرافق معه حساسيه جلديه يعني اكزيما، او بيكون مرافق معه بذات الوقت سيلان بالانف الدائم، تعطيس، حكي بالانف، حكي بالزلعوم، بنشوف تقريبا اذا الحساسيه رح تكون بس بالجهاز التنفسي ولا بالجيوب الانفيه ولا بالجلد او بالثلاثه سوا. وباي فتره من السنه فينا بنقدر تنشخص تنعرف شو المسبب تبعيتها. في فحوصات دم ممكن تنعمل تنقدر نعرف، فحوصات الدم بتكلف شوي بس هي بتنبش على المسبب تبعيت الحساسيه، وفي شيء اسمه فحص جلدي للحساسيه، يعني نحن بنحط كل الاشياء ممكن نحسس عليها بنحطها على الجلد، بنفوتها تحت الجلد بننطر ربع ساعه بنشوف جسمنا على شو بيعمل رده فعل، بنعرف على اساسها اذا نحن عندنا حساسيه ايه ولا لا. يعني من خلال هذا الفحص بنعرف من شو الحساسيه، اذا كان الغبره او نعم. الاشجار او صح. نعم. اوكي دكتور بدك نحكي على العلاج اذا بدك او اذا يلا. اوكي هلا بالنسبه نحن بس نعرف، هلا هو كثير مهم نعرف لانه بنقدر نساعد الاهل انه تجنبوا مثلا لبسينه لانه ابنكم بحسس عليها، تجنبوا الكلب، بس كمان بنقدر نقول لهم نعطيهم نصائح تيقدروا يخففوا الغبره بقلب البيت بفتره يلي بيكون طالع فيها كثير زهور، كثير فيها شجر، يقدروا كمان يحسنوا البيئه يلي عايش فيها الولد، غير انه نحن بنقدر نعطي علاج ساعتها باتجاه هالمشكله يلي عندهم اياها. يعني هلا في كثير علاجات متطوره، المدام يلي اتصلت من شوي حكت عن احدهم وهو الاكثر شيء متطور، غير انه نعطي بخاخات ونعطي ادويه للربو ونعطي حبوب وشرب للربو ونقدر نحسن الحساسيه، صار في علاجات بتغير نظره جسمنا للمحسس، يعني نحن اذا بشكل عام بنحسس بس نشوف الغبره بنعمل ايجي او عليها، بنعمل بالكريات البيض بيعملوا شيء تا نهجم على الحساسيه، بنصير نحك وبنصير نطفر وبنعمل سعال كثير قويه. في طريقه صارت هلا بالعلاج نقدر نخلي جسمنا يتعرف على هالمحسس انه هو صديق له. هذا الطريقه يعني بنحطه نقط تحت اللسان بصير ياخذون كل يوم، بصير الجسم يقشع، جهاز المناعه يقشع انه هالغبره اللي انا عم باكلها كل يوم هي رفيقتي، بطلت شيء بيخليني اعمل عوارض ربو. هذه الطريقه تاخذوها 3 سنين لـ5 سنين العلاج، بس بصحوا كثير منيح، وكل ما بنبلشها عمر اصغر عند الاطفال بناخذ نتائج كثير منيحه لبعدين. نعم. هي الانواع من الحساسيه مزمنه او ممكن يشفي منها الطفل؟ ليك هلا اول حساسيه مجرد ما تيجي لعندك بتكون مزمنه، لانه انت جسمك بيكون عنده استعداد تعملي حساسيه، الحساسيه ما بتجي عند الناس العاديه، بتجي عند ناس معرضين يعملوا حساسيه، بتجي اكثر عند الاشخاص يلي امهم او بيهم عنده حساسيه او حدا بالعائله يعني خيهم او اختهم عنده حساسيه، بصير يزيد الاحتمال انه يكون هن عندهم حساسيه، حساسيه بتضل كل حياتنا اذا نحن ما عملنا شيء، والكمان السيء فيها انه اول كم سنه ممكن نحن بس يكون عندنا حساسيه على الغبره،
إذا تركناها ما تعالجت بطريقة مضبوطة بصير في عنا حساسية على العد وحساسية على البسينات وحساسية على الكلب وبتصير تزيد لأنه هي لخبطة بالمناعة تبعيتنا كيف تقشع هالجزيئات الموجودة بالهواء عم تقشعها أنه هي عدوة لها بتعمل ردة فعل حساسية. نعم. دكتور معنا كامل من السعودية كان بيطرح عليك سؤال. يلا. أهلا وسهلا فيك كامل. أهلين مرحبا. مرحبتين مساء النور تفضل. بمسي على الدكتور فيني أسأل سؤال لو سمحت. أكيد تفضل. دكتور أنا عندي ابني من يوم ما خلق إذا فيروس RSV. نعم. صار عنده حساسية كثير. نعم. وهلا عمره تقريبا 3.5 سنين وتقريبا عم تجيل أزمة مرتين لثلاث مرات بالسنة. دائما عم نعطيه النبوليزر نورمال سالاين وفنتولين. نعم. لما تكون كثير أزمة عنده وعنده صفير في الصدر أو ضيق في النفس عم نزيد عليهم على المكسر هذا البانيكورت. نعم. إن ثلاث سنين عم نمشي بهال علاج معه. نعم. هل هذا حنضل نستمر عليها ولا إلها علاج مو لك هلا بس بهم الشيء غير انه بس نستخدم له النبوليزر. اوكي هلا بما انه الولد لقط على عمر صغير جرثومه اسمه ار اس في، هيدي الجرثومه بتخلي انه الرويه يرجعوا يضعفوا خاصه اذا لقطها قبل عمر الست اشهر. مجرد ما يضعفوا الرويه بيوقف النمو طبيعيتهم شوي، بصير في عندهم بعدين عوارض ربو حاد مثل ما صاير الوضع مع ابنك. يعني كرمال هيك حضرتك بتضطر كذا مره بالسنه تعطيه النبوليزر وتحطه على على الفانتولين وعلى البلميكارت مثل ما حضرتك قلت. بس اهم شيء تتاكد انه اذا هالولد بعد كل فيروس بيلقطه بيعمل ازمه صدريه، هذا معناتها الولد رح يتحسن وضعه بس يصير عمره 6 سنين ورح يصير كثير منيح. بيكون بس عنده ربو الاطفال يلي ناتج عن التهابات جرثوميه يلي هي كان اول مسبب لها الار اس في. بينما اذا الولد عم بيعمل صار ازمات صدريه بلا فيروسات، يعني معناتها هيدا الولد رح يضل في عنده ربو لبعدين، بتضطر تعمله غير طريقه علاج. نعم. شكرا لاتصالك كامل، دكتور رح تكمل معنا بعد الفقره الثالثه حتى نكمل موضوعنا ونكمل نجاوب على اسئله المشاهدين. مشاهدينا حضروا اسئلتكم، نحن راجعين لكم بعد الفاصل. ترقبوا في حلقتنا فقره خاصه عن فيا اناناس من بوست شوب. Enraciné, orienté vers le futur. Cédar. مين صار عنده احلى تي في؟ وين ماي اس جي؟ ماي اس جي بقدم لك 57 محطة منهم 46 عالية الوضوح، يعني اتش دي مع ريسيفر لمدة سنة. بدك تاني شوف نفس المحطات على شاشة أكبر؟ يا عيوني. اشترك وشاهد 46 قناة اتش دي مشمولة مع جهاز الاستقبال لمدة سنة على عرب سات. اتصل بماي اتش دي. ماي اتش دي، الفرق واضح. انت شنو تناظرني دايما
آخر الإصدارات الفنية بالعالم العربي لألمع وأهم نجوم الغناء بتوب 40. برجع السباق الرسمي للأغنية العربية مع فرح فخر الدين ياسين يلي بتنقلكن أسبوعياً أنجح الأغنيات ضمن العدل العكسي من المرتبة 40 للمرتبة الأولى. توب 40 توب 40 ثلاثة الساعة 7 المساء على الـ LBC. With the new collection in stores now. Flow Concept, urban Danish design since 1952. بعدنا مكملين معكم أعزائي المشاهدين، وصلنا للفقرة الثالثة بحلقتنا لليوم. بدي أرجع أذكر كل المشاهدين اللي انضموا لنا هلأ، فيكم تتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام فيسبوك وتويتر، وفيكم تتصلوا فينا على الأرقام اللي عم تمرق بأسفل الشاشة حتى تطرحوا أسئلتكم مباشرة على ضيوفنا الموجودين معنا بالاستوديو، وكمان فيكم تبعثوا لنا اسئلتكم على الواتساب كمان على الرقم اللي عم بتشوفوه عم بيمرق باسفل الشاشه. دكتور بيير بعده مكمل معنا، وهالفقره رح نبديها باتصال. الو الو صغيب تفضل، صرت معنا على الهواء. يبدو انه الاتصال انقطع، بتمنى على زغيب يرجع يعاود الاتصال فينا. دكتور، سالنا الناس عن مدى خطوره الربو عند الاطفال وشو هي سبل الوقايه برايهم. خلينا نشوف شو جاوبونا مع هيثم المصري. هل في خطوره على الاطفال يلي عندهم ربو؟ ايه اكيد، لازم واحد ينتبه لهذا الموضوع بانه يبعدهم عن الشغلات، عن العطر، عن البرفيوم، عن المعطرات. ما يشرب ماي مسقعه. ثاني شيء شوف شو هي نوع الربو اللي عنده، على الزهور، على الرطوبه، على الغبره، على يعني بده يعرف شو هي ويتوقع هو بهالطريقه هذه الى فصوله يعني. اذا عرفوا يعالجوها بطريقه صحيه ما كثير يمكن بتاثر، بس اذا ما كان في وعي على خطوره الربو لا بتأثر. هل في خطورة على الأطفال اللي عندهم ربو؟ طبعا، لأن جونا دائما مترب، ويعني هذا ما يساعد الطفل اللي عنده ربو على التنفس طبيعي. يعني بده يكونوا بجو ما في، يعني ما يتعرضوا للشيء بيأثر على الحالة اللي هي فيه. والله يعني لازم نصفي الجو كله، ما في وقاية إلا إرادة رب العالمين. إذا في عناية وفي مراقبة دائمة بعتقد كمان لا. هلا أهم شيء الروائح بالبيت ما تكون قوية، العطورات حسب عمر الطفل. أوقات في أطفال الغبرة بس بتأثر عليهم، لأن هن كثير بيلعبوا هن وصغار وهيك، فبيصير في عنده ضيقة نفس وهيك، فممكن يعني وجسمه بعده يكون شوي هيك يعني خجيل وهيك، فكثير دغري بيروح فيه. أول شيء ينتبهوا أهله عليه وهيك، يصير في زيادة انتباه عليه. اول شيء انه نوعي الولد انه بس يحس بشيء لازم دغري انه يا يقول لحدا كبير يا يكون على طول معه تصاصته حده او شيء. اذا الولد عنده خطوره كثير عاليه لازم اكثر شيء يتجنب انه يكون بمطارح مغلقه او شيء، او يكون مثلا يعمل افور زياده وهيك، فكرمال هيك لازم الاهل يضلوا ورا اولادهم. دكتور، قبل ما نعلي على أجوبة العالم، في صغيب رجع عود الاتصال فينا. مرحبا صغيب. يكون ألف عافية. تفضل، شو بدك تسأل؟ حياكم الدكتور. دكتور، حاطرح أسئلتي على حضرتك وسكر الخط وتسمع لك على التلفزيون حتى أستوعب. ولا يهمك صغيب. لو سمحتي. دكتور، بدك توضح لنا لو سمحت شو الفرق بين الحساسية والربو؟ هي أول شغلة. ثاني شغلة، هل الرطوبة إذا بيت مرتب أو كذا بيأثر؟ السؤال الأخير إذا بتريد، البيت المخوي أحسن أو المشمس؟ والله الاثنين مع بعض بيكون أفضل. يعطيكم العافية. شكرا لك. على أول سؤال هلا هو بده يعرف الفرق بين الربو والحساسية. هن زيتون.
الربو هو حساسيه بقلب الرويه، يعني رده فعل الرئويه على رده فعل الحساسيه بقلب الريه هي بتعمل كريزه ربو، يعني هي ذاتها، فبقى ما في فرق بين الاثنين. بالنسبة إذا الرطوبة بقلب البيت بتعمل مشاكل تنفسية أكيد، لأن الرطوبة اللي نحن بنقشعها على الحيطان بقلب البيت هود خاصة البقح حسود اللي ببينوا على الحيطان، هودي كائنات حية، هودي فطريات موجودة على الحيطان وعم تعيش وعم تتكاثر، مجرد ما تتكاثر على الحياة بتطلع جزيئات كمان وبيجي بقلب الهواء يلي نحن عم نتنفسه، فبقى مجرد ما نحن عنا استعداد بس نتنفس هيدي الرطوبة اكيد رح نعمل حساسيه عليها ورح نعمل ضيقه نفس. وحتى في عند الكبار بالعمر وعند الاشخاص اللي عندهم ضعف بالمناعه ممكن على هيدي الرطوبه يعملوا التهابات حتى رئويه، بصير في عندهم مشاكل كثير خطيره. اخر سؤال، اذا بالنسبه لاخر سؤال اذا البيت مشمس او مهوي، ليك الشمس بتساعدنا نقتل الجراثيم يلي موجوده بقلب البيئه يلي نحن عايشين فيها، يعني مفترض كمان نهتم ببيتكم مشمس، واهم شيء البيت كمان يكون مهوي لانه بنخلي الجزيئات اللي موجوده بقلب البيت ما يكون عددها كثير كبير، لانه الهواء عم بيمرق وعم بياخد وعم بغير الهواء الموجود بالبيئه اللي نحن عايشين فيها، فبقى اذا عندك بيت يكون في شمس ويكون في هواء هو الافضل. نعم. دكتور ليه بتحس انه كل الناس بتهمل شوي الحساسيه وعندها خوف كثير كبير من كلمه ربو؟ ليك شغلة وقتها بتقولي للعالم ربو، لانه بالزمانات مصطلح الربو كان معناتها انسان نفسه كثير ضيق ورح يموت بضيقة النفس. الربو مش هيك، الربو هو عوارض تنفسية حادة صحيح، بس نحن إذا أخذنا علاج لها ممكن نتخطاها ونعيش طبيعي. أنا بهمني يعرفوا العالم أنه إذا بياخدوا علاج الربو طبيعتهم مظبوط بالجرعات المظبوطة بيعيشوا طبيعي مثله مثل غيرهم، بيقدروا يروحوا على المدرسة ويلعبوا ويركضوا وينطوا، ما رح يعملوا عوارض. وأهم شيء مثل ما لاحظنا بالفيديو في كتير ناس قالوا إذا بيعرفوا شو العلاج بيعرفوا التشخيص مزبوط اكيد بيعيشوا طبيعي، معهم حق هدول العالم، لانه هيك لازم. مجرد ما نحن نقدر نعمل تشخيص، وهلا وسائل التشخيص صارت كثير متوفره، والادويه كل يوم يعني عم بيطلع عنا كل فتره علاج جديد، وكل العلاجات بتساعد المريض لنقدر نحسن له حياته، فبقى كل هود كثير منيح، ناخذ علاجنا مزبوط بنعيش طبيعي، وهيك بنبطل كثير خايفانين، لانه الخوف من الربو لانه ما كان في علاجات متوفره، كانوا يموتوا ضيق نفسهم، وكثير صعب تشوفي انسان عم بضيق نفسه وما تقدر تعملي له شيء. هلا لا، صار في كثير علاجات موجوده، وكل هذه العلاجات بتخلي بظرف 3 دقائق يبطل المريض نفسه ضيق. اوكي، فبقى اذا المريض معه علاجه مزبوط وعم ياخده مزبوط مش لازم يخاف من شيء. نعم. كان دكتور عم بتقول لي انت عم تحضر الريبورتاج انه حبيت اسئله، حبيت اجوبه المشاهدين يسالني هون. ليه مزبوط؟ هلا ليك، لانه في ناس قالوا، في حدا قال عن المي المسقعه، هذا شيء كثير غلط، يعني ما بعرف هالمصطلح منين جايبينه العالم، ما خص المي المسقعه بالربو، ما خص البوظه بالربو، ما خصهم بشيء، هو مجرد ما بهيدي الفتره من السنه اللي نحن بنشرب فيها مي مسقعه بيكون في رحيق الزهور اكثر بالهواء، ممكن اشخاص اكثر من غيرهم يعملوا انسداد بالمجاري الهوائيه، يعملوا كرايز ربو. نعم. على الزهور الموجوده بالهواء. نعم. دكتور خبرنا شو اسباب الربو؟ لك اكثر شيء مسبب ربو عاده شخصين قاعدين حد بعض، واحد عنده ربو واحد ما عنده، اثنيناتهم بيجي الغبر عليهم ذات الشيء، عند حدا بتأذيه وعند حدا ما بتأذيه، لانه بتأذيه لانه بيكون هو عنده استعداد شخصي، يعني اذا هالولد او هالشخص الكبير عنده هو وراثيا مركب انه وقتها بيشوف الغبره يعمل رده فعل، يحكي عطس، السعله هي كيف نحن بنعطس، السعله هي عطسه الروايه، وكيف بيمشي المخاط بمناخيرنا وقتها بنحسس، البلغم بريتنا هو ذات الشيء، كرمال هيك يعني بطريقه هينه هيك العالم بصيروا يفهموها، الربو هو لان نحن وراثيا مركبين نعمل عوارض ربو، مجرد ما يكون موجودين مع هذه الغبره رح نعمل هذه الكريزه. بس في كتير اشياء غير ممكن تسبب الربو عند الصغار، في شيء اسمه ربو ناتج عن التهابات الجرثوميه اللي مرق من شوي زلمه يلي سال عن ابنه وقال انه ابنه لقط فيروس ار اس في وقتها كان خلقان جديد. هذا الفيروس كل يلي بيلقطوه عالميا معروف انه بيعملوا عوارض ربو بعدين خلال اول 5 إلى 6 سنين من حياتهم. هذا منه ربو حساسيه، هذا بيكون عندهم ربو ناتج من وراء فيروسات، يعني كل ما بيلقطوا فيروس بيرشحوا يوم ثاني يوم بلشوا ضيقه النفس والصفير والسعله. هدول الاشخاص بياخذوا علاج مثل مرض الربو طبيعه الحساسيه ذات الشيء، يعني اشياء بتوسع العصبات الهوائيه بتخليهم يصيروا يتنفسوا بسهوله،
بس بعدين بصير عمره 5 سنين أو 6 سنين بصحه، بينما مره دربوا اللي عندهم حساسيه بضل الربو معهم كل الوقت، بصير عمره 6 سنين بيجي دور نحن نعمل لهم لقاح خاص للحساسيه اللي هن عندهم اياها، اذا عنده حساسيه على الغبره بنعمل له لقاح للغبره، اذا عنده حساسيه على الزهور بنعمل له زهور، على الشجر بنعمل له شجر، وبيصح كل حياته ببطل حامل الربو معه، بس هذه العلاجات ما كانت متوفره من قبل كرمال هيك ما كان حدا يحكي عنها. نعم، دكتور عندك نصيحه اخيره للمشاهدين؟ هلا بهمني الشغله قدام السعله يلي بتطول اكثر من اسبوعين، يعني صرنا بالسعله المزمنه، ما يهملوا الموضوع، يسالوا طبيب الاطفال، يشوفوا شو المشكله، ينبشوا على السبب، يشوفوا اذا في التهابات عم ترجع، يعملوا سريه صدر، يشوفوا اذا في حساسيه عندهم، وقدام حيالله ضيقه نفس ما يهملوا كمان، ينبشوا على السبب تاع الولد عمل ضيقه نفس، مش على طول يحطوا الحق انه تنفس من الموتور يلي بالحي او كان مارق حد كميون او ولعوا الزباله وصار هيك، لا ينبشوا على السبب ويعطوا الولد علاج، لان بتعرفي اذا رجعت تكررت شي مره هيدي المشكله بالليل وما كان في عندنا علاج موجود دغري حدنا، ممكن الولد يزرق ونضطر ناخده على العنايه، يعني يصير بدرجات خطوره كثير متقدمه، فاذا بنعطى العلاج من الاول اكيد بنتجنب كثير اشياء. نعم، دكتور دهمنا الوقت للاسف في تفاصيل يمكن صغيره ما قدرنا نلقي الضوء عليها بموضوعنا، بس ان شاء الله رح بكون لنا حلقات جايه نحكي فيها بالتفصيل عن الربو وغيره من الامراض اللي بيعاني منها الاطفال، بدي اتشكر حضورك معنا وان شاء الله لقاءات جديده مع أكيد حضرتك. اكيد بدي مشاهدينا بعد الفاصل حيكون معنا المعالج الفيزيائي نديم فخوري، انما هلا رح نبقى مع نصيحه من دكتور روني عبود واخصائية التغذية هند الدخيل. مين منا بالطقس الحار ما بفكر بالمشروبات الغازية؟ هل يا ترى بتفيدنا؟ بتضرنا؟ من شو مكونة؟ خلينا نعرف سوا. المشروبات الغازية فيها نسبة عالية من السكر، فيها كافيين، فيها فوسفورس، بكل تنكة من هالمشروبات الغازية فيه تقريبا 10 ملاعق صغار سكر، هالسكر أكيد بيعطينا طاقة، بيعطينا وحدات حرارية، بس بنفس الوقت بكثرة بصير بخلينا نحن يزيد وزننا، والوزن الزائد بسبب زيادة أمراض قلب، أمراض سكري، أمراض ضغط، أكيد كمان بالمشروبات الغازية فيها مادة الكافيين. هلا مثل ما قلت المشروبات اللي فيها كولا فيها كمان كافيين، والكافيين بكثره بيولد لضغط دم، لدقات قلب سريعه، حتى مشاكل بالكلى، ولازم ننتبه للعالم اللي عندهم قصور بالقلب كمان، انتبهوا على المشروبات اللي فيها كافيين كثيره. كمان المشروبات الغازيه فيها فوسفور، وبنعرف الفوسفور منيح وبذات الوقت في عنده مشاكل اذا كترنا منه. مضبوط، لانه بكثره الفوسفورس بخلي الكالسيوم اللي هو بقلب العظم يخف بالنسبه، وبصير بزيد ترقق العظام، مشان هيك الافضليه دائما بترجع للاعتدال، اذا نحن بناخذ هالمشروبات الغازيه باعتدال ما في اي اشكال، بيكون هالشيء كثير صحي، بس اذا نحن بدنا نخفف بعد اكثر نسبه السكر بننقي المشروبات الغازيه اللي هي قليلة جدا بالسكر او فيها محلى اصطناعي. وهذا كان كل شيء لليوم، والتقانا بالحلقة الجاية. ترقبوا في حلقتنا فقرة خاصة عن فيا اناناس من بوست شوب. أولادي أغلى الناس على قلبي، بديت أحس بألم المفاصل؟ هذا مو مقبول، وداعا للألم أهلا بالحياة. لا تسمح لألام المفاصل أن تقف في طريقك، جرب بانادول جوينت لراحة مع قرص مبتكر بطبقتين وتسكين طويل المفعول، يدوم حتى 8 ساعات. بانادول جوينت، لما يختفي ألم المفاصل ترجع الحياة لطبيعتها. الفنان محمد عبد. رجعي لي كل راحة الدنيا علي، يطلق أغنية جديدة بعنوان كل شيء. اسبقي وصلك لبعدك وبحتريك ولا تجي. تجدونها حاليا على موقع iTunes.com. قس قلبي يمكن ألقى عذر ما أقدر أجي. إنتاج روتانا. مين صار عنده أحلى تي في؟
وين ماي اتش دي؟ ماي اتش دي بقدملك 57 محطة منهم 46 عالية الوضوح، يعني اتش دي مع ريسيفر لمدة سنة. بدك تاني شوف نفس المحطات على شاشة أكبر؟ يا عيوني. اشترك وشاهد 46 قناة اتش دي مشمولة مع جهاز الاستقبال لمدة سنة على عرب سات. اتصل بماي اتش دي. ماي اتش دي، الفرق واضح. الفنان نايف البدر يطلق ثلاث أغاني جديدة، دقة قديمة. من يفهمك يا قلب هذا زمان، كنت على مقيل دقة قديمة. أبتعد دام غيري كمل الباقي. ما عرفني مدري سوى ما عرفني. تجدونها حاليا على موقع itunes.com وانغامي.com. انتاج روتانا. اولادي اغلى الناس على قلبي. بديت احس بالم المفاصل؟ هذا مو مقبول. وداع للالم، اهلا بالحياه. لا تسمح لالام المفاصل ان تقف في طريقك. جرب بانادول جون لراحه مع قرص مبتكر بطبقتين وتسكين طويل المفعول، يدوم حتى 8 ساعات. بانادول جون، لما يختفي الم المفاصل ترجع الحياه لطبيعتها. الفنان اسماعيل مبارك في ألبوم جديد بعنوان مسج. الأقل جاء مني لو حتى بمسج. يتضمن 14 أغنية. ليت أحبك باختياري واستخير. مسج للفنان اسماعيل مبارك. نفسي تقول وش نهاية قصتك. حاليا في الأسواق. يهون الموت ولا هاللحظة. إنتاج وتوزيع روتانا. وصلنا للفقرة الرابعة مشاهدينا، وبعدنا عم نتلقى اتصالاتكم على الأرقام اللي عم تمرق بأسفل الشاشة حتى نقدر نحكي معكم مباشرة على الهواء ونقدر نحللكم كل مشاكلكم. وكمان فيكم تتواصلوا معنا وتبعثوا لنا أسئلتكم على الواتساب على الرقم اللي عم بتشوفوه هلأ عم يمرق قدامكم بأسفل الشاشة. أنا وياكم بدنا نرحب بالمعالج الفيزيائي نديم فخوري. أهلا وسهلا فيك نديم. ميرسي رونا، ثانك يو. كيفك؟ منيح الحمد لله. نديم، خبرنا شو العلاقة بين العلاج الفيزيائي وأمراض الرئة؟ اوكي، بكل امراض الرئه اجمالا بيصير في عوارض بتاثر على التنفس، اللي هي بخف شوي الامبليتود او الكبر تبع القفص الصدري، بيتشنجوا شوي العضلات حوالي القفص الصدري، بيضعفوا عضلات التنفس وبيصير في نوع من بلغم او كراشا بيقولوا لهم، بيجمعوا بقلب الرويه. نحن شغلتنا انه نشتغل على كل هالعوارض حتى نساعد المريض قد ما في انه يكون عم بيساعد نفسه اكثر، يرجع يقوي نفسه قد ما في. إذا بدنا نحكي عن الأمراض، نعم. أي نوع من الأمراض اللي لها أكيد علاقة بالرئة قدر العلاج الفيزيائي يساعدنا عليها أو يشفيها؟ إجمالاً كل الأمراض. هلا في نوعين إذا بنقسمهم كفئتين كبار، في الفئة الأولى يلي هي بتكون أمراض الروية بحد ذاتها من الرئة، يعني في فيروس لقطه المريض وأثر على الروية، صار في عندنا مشكلة التهابات، صار في عندنا كل هالمشاكل اللي بتكون بقرب الروية. هيدي أول فئة فينا نكون عم نعالجها. ثاني فئة هي الفئة يلي بيكون في عندها صعوبة بالتنفس من وراء شيء خارجي، يعني مثلا يا اما التواءات بالعمود الفقري مأثرة على القفص الصدري وعم تسبب ضيقة نفس، يا اما مرات تشنجات عضلية من كان بالرقبة ولا من كان بعضلات اللي حوالي الصدر كمان بتكون عم بتأثر على انه يكون يضعف النفس تبعنا، يا اما ضعف بعضلات التنفس يلي هو اكثر شيء العدد الديافراغم يلي موجود دغري تحت القفص الصدري، اذا في عنا ضعف بهيدا العضله كمان بيكون عنا ضيقه نفس. بنعرف انه الاطفال شوي وضعهم حساس اكثر من الكبار، بهالحاله كيف تقدروا تساعدوهم؟ بالنسبه للاولاد على طول بنشتغل بدقه اكثر مثل ما بيقولوا، لانه عندهم شوي بيبقى العظم طري، بيبقى عندهم شوي يعني حساسين على كل شيء. بنشتغل انه يظهروا اول شيء البلغم لحتى يكون عم بيساعدوا في حال في التهابات عند الولد، تظهروا هالبلغم حتى يخف الالتهاب. هيدا اهم شغله بنشتغلها عند الاولاد. ثاني شغله بنشتغل على تنظيف المجرى التنفسي،
لانه عند الاولاد غير الكبير، الكبير بيقدر هو يكون عم بيعمل التنظيف منه لحاله، بس عند الولد نحن شغلتنا نحن نعمل التنظيف، او حتى من بيتعلم الاهل كمان بيتعلموا من العلاج المعالج الفيزيائي كيف يصير هالتنظيف، ان كان لكل المجرى التنفس من المنخار، وحتى اذا بحاجه لاسبيراسيون او ينظفوا البلغم بطريقه شوي ديفلوبي اكثر بيكون المعالج الفيزيائي عم يساعد فيها. نعم، كنا عم نحكي قد ايه العلاج الفيزيائي بيساعد الاطفال بحال في اي مشكله بالرئه، بحال في سرطان الرئه العلاج الفيزيائي بيساعد؟ بحال في سرطان بالرئه هلا اجمالا عند الكبار بنلاقيها، العلاج الفيزيائي بيساعد اكيد ما حيشيل السرطان بحد ذاته، ولكن بيساعد المريض تيصير نفسه احسن، بيساعد التشنجات العضليه وبيساعد يظهر البلغم. هلا انا من خلال سؤالك بتوجه تحيه كمان لمريضه بتعاني من هذا النوع من المرض اللي هو سرطان الرئه، حكيتني تحت الهواء وكانت عم تقلي انه عندها بلش السرطان بالصدر وانتقل للرئه وانتقل بعدين للجلد كمان. نعم. بهذه الحاله اهم شيء بدي اقول لكل العالم اللي عندهم هالمرض، اول شيء النفسيه كثير بتاثر، نفسيه للمريض اذا كانت نفسيته مرتاحه بنشجع دائما المرضى انه يكون عندهم نفسيه منيحه، لانه هذا الشيء اللي بيساعدهم حتى يتغلبوا على المرض ويقووا اكثر شيء حتى يساعدوا حالهم قد ما فيهم على هذا يتغلبوا على المرض. نعم. وثاني شغله كنت عم بقرا نوع من الابحاث اللي عم تطلع هلا مؤخرا، في عم بيقولوا مستخلص بذر العنب يلي عم بيقولوا كثير منيح للخلايا السرطانيه، فكمان العنب طلع كثير بفيد، والقشطه كمان قليل مره عنا قبل صح هلا كثير عم بيحكوا 100% القشطه، يعني عم نلاقي العلاجات عم تكون طبيعيه كمان، في عنا كثير اشياء بالطبيعه فينا نكون عم نستفيد منها تنساعد حالنا قد ما فينا. وكمان كنت عم تقلي انه عندها نوع من ورم بايدها، هلا بركي باخر الفقره لما نعمل التمارين التنفسيه بنكون فرجه كمان نوع من التمارين للورم تنقدر نكون عم نساعدها. نعم. كمان قد ما ونحن كمان بدورنا ما نتمنى لها الشفاء العاجل وبنوجه لها تحيه كثير كبيره. سلامتها وبوجه لها تحيه كبيره. خبرنا شوي نديم، شو العلاج اللي بيساعد البالغين والاطفال العلاج الفيزيائي؟ بالنسبه للتنفس مثل ما قلنا بنشتغل اول شيء على تقويه العضلات التنفسيه، في تمارين معينه بنشتغلها تنقوي هالعضلات خصوصا عضله الديافراغ، بنعمل نوع من ريزيستانس او بنحط ضغط نحن بالنسبه بايدنا على هالعضله تنقوي قد ما فينا النفس. ثاني شغله بنعمل تمارين لتدليل العضلات اللي احنا بنعمله بستريتشنج، نعمل ستريتشنج لكل العضلات اللي موجوده حوالي القفص الصدري حتى يكون نفس المريض مرتاح اكثر، يتلينوا العضلات اكثر ويقدر يتنفس بطريقه اهين. وثالث شغله اللي قلنا هي اهم وحده انه نظهر البلغم، لانه في حال في التهابات هالبلغم هو اللي بجمع الالتهاب، اذا ظهر هالبلغم اكيد مرافق مع الادويه للمضادات للالتهاب يلي بيوصفها الحكيم، هون ساعتها شغلة الحكيم كمان بالنسبة للدواء، نحن بنرافق المريض حتى يظهر هالبلغم قد ما فيه تيشيل الالتهاب من صدره، اوكي هيدا كمان شغلة. بزيادة عند الأطفال خصوصي بنشتغل نوع من تنظيف لمجاري الهواء، بنشتغل على المنخار على التم تنظهر قد ما فينا كل الرواسب تبع هالبلغم اللي باقية تنساعده كمان يكون عم يتنفس بطريقة أحسن. نعم، قبل ما نشوف العلاج الفيزيائي معنا بالاستوديو بدي منك نصائح للأهل ليساعدوا أولادهم اللي عنده مشاكل بالرئة. بالنسبة لنصائح الأهل أهم شيء إنه يكون في نوع من إيجيان، يعني في حال في التهاب لازم يكونوا عم ينتبهوا كثير على النظافة الموجودة بالبيت حتى هالولد ما يرجع يعاود يلقط التهاب ثاني او ما يتاذى، يعني ما يتازم حالته اكثر في حال ما كان الجو اللي هو محطوط فيه كان محل نظيف. ثاني شغله كمان تنظيف المنخار كثير اساسي، يعني بينعمل بمي وملح، هيدي شغله كثير هينه وفي كل الاهل يعملوها للاولاد اللي يعني عندهم هي نوع من مشاكل التنفس، فيهم يحطوا مي وملح بقلب المنخار وينظفوا هالمنخار. الطريقة الأسهل هي إنه يحطوا الولد على جنبه ويحط المي وملح من ميلة من المنخار ويسكره حتى تظهر من ثاني ميلة، هيك بصير في تنظيف لكل مجرى التنفس، وإذا لقوها صعبة فيكون المعالج الفيزيائي يكون عم بيساعدهم يعلمهم على الطريقة، أو مجرد ما حطوا مي وملح بطريقة كثير هينة ونظفوا وبيرجعوا من بعدها كمان بيقدروا يساعدوا الولد. نعم، خلينا نشوف نحن وياك هلا نديم شو التقنية الفيزيائية اللي رح نستعملها اليوم. رح بتساعدنا ريتا كمان بالتمارين اللي رح نفرجيها. رح نعلي شوي شاريو. اوكي. ريتا بدك تنامي على ظهرك اول شيء. لكن في حال في التهابات بالرواية، اول شيء بنشتغل على توسيع القفص الصدري. تنشتغل على توسيع القفص الصدري اللي لازم نعمله هو انه نساعد هالقفص الصدري يكون عم يفتح اكثر قد ما فيه. من هون بنطلب من المريض يحط ايديه يشبكهم مع بعضهم،
يعبي نفس من المنخار وهو عم بيعلق ايده. بهالطريقه عم نلاحظ كيف القفص الصدري بعد اكثر ريتا لفوق قد ما فيك ولا بهالطريقه عم نوسع القفص الصدري حتى يستوعب اكبر نسبه اكسجين بيقدر يفوتها على الصدر وبيفضي من تمه هو وعم ينزل. كمان مره تنفرجيها. عظيم. وبنرجع بنفضي وبننزل. هلا بالنسبه لكمان المريضه اللي حكينا عنها اللي عندها سرطان بالرئه ورمت ايدها، كمان تنعطيها لانه التمرين بيشبه شوي هذا التمرين اللي عملناه. بنطلب منها اذا فيها تكون عم تعملها بالبيت، بتعلق ايديها اثنيناتهم سوا وهون لما تهدي بتهدي فوق وبتجرب قد ما فيها تحركي، ريتا حركي ايديك شوي وحركي صبيعك حتى تمشي الدم، يعني هالدم تيرجع ينزل لانه في حال في ورم هالدم بيكون علقان بمجرى الايد، لازم نرجع نحركها قد ما فينا، بنعليها تيكون بعكس ضغط البوزونتور وبنحرك ايدنا من فوق حتى نمشي قد ما فينا هالدم. نعم. هيدا شغله كثير اساسيه بتكون كثير عم تساعدها بالورم. تنرجع على تمارين التنفس اللي حكينا عنها، لنظهر البلغم، حكينا اول شيء على توسيع القفص الصدري، هلا رح نفرجي كمان تمارين تنظهر البلغم، كيف فينا نساعد المرضى حتى يظهروا البلغم من الصدر. اللي بينعمل هو بينعمل نوع من ضغط على القفص الصدري حتى ما يوقد ضغط بقلب القفص الصدري، بيساعد المريض انه يكون لما يصعد يظهر البلغم. نعم. بنحط الايدين على القفص الصدري ونطلب من المريض يعبي نفس قد ما فيه وفضي من تمك ريتا شوي شوي، ونحن هون بنزيد الضغط على النفس لما تكون عم تظهر نفسها، مره على مره بنطلب منها بالاخير تصعد وبتظهر البلغم. هيدي شغله بالنسبه لتظهير البلغم وتنظيف القفص الصدري. اخر شغله حكينا عنها هي الستريتشنج اللي هن كمان تليين العضلات حول القفص الصدري. العضلات التنفسية هنا اجمعنا عضلين موجودين بالقفص الصدري، أول عضلة نقدر نمددها هي موجودة دغري تحت الكتف من هون، أو بنفرجيها تاني مالي كمان الكاميرا، موجودة دغري تحت الكتف، اللي بنعمله هو نوع من ستريتشنج لفوق بعكس حركة الكتف لتحت حتى نمدد قد ما فينا هالعضلة. بعد في تمرينين رح نفرجيهم بس على القاعدة، انت بدي اطلب منك تقعدي. نجلس الكرسي او لا بتقعدي؟ لا خلص مثل ما هي. كنا نحكي على تمارين الستريتشنج، العضلة الثانية اللي بدنا نعملها تمديد هي عضلة القفص الصدري كله، العضلة القفص الصدري موجودة على الصدر وبتوصل لهون على الايد. دونك اللي نحن بدنا نعمله انه نمدد قد ما فينا، اكيد الظهر بيبقى جالس، ونفتح الايد لورا حتى نساعد المريض قد ما فيه يكون عم بمدد العضلة الموجودة على القفص الصدري تيلينها قد ما فيه. هلا هدول التمارين كمان فيهم ينعملوا شوي بالبيت، اذا حطت الايد على لقيها على البيت ومد حاله لقدام شوي بيكون عم يمدد هالعضلات القفص الصدري وبيتركها لمده 20 ل 30 ثانيه وبيرجع بيريح. اخر تمرين رح نفرجيه لليوم كمان نظهر البلغم ونساعد المريض قد ما فيه يشيل الالتهاب من صدره، بنطلب منه يعبي نفس ويفضي كانه بده يطفي شمعه، او فينا نحط له كلينكس قدامه تيساعده اكثر يقدر يتحمس يفضي بشيء اقوى. بنطلب منه يعبي نفس، ريتا بدك تعبي نفس وكأنه بدك تنفخي شمعة لقدام اقوى شوي بعد ريتا. عبي نفس وانفخي فوالا هيدي هي. بهالطريقة تتنعمل ورا بعضها بيقوى الضغط بقلب القفص الصدري وبيساعد المريض انه يكون عم يظهر البلغم. فإذا هودي هن التمارين اجمالا. هول التمارين كلهم بيقوموا فيهم بجلسة واحدة او بحاجة لأكثر من جلسة؟ لا هودي التمارين بحاجة لأكثر من جلسة. هن اجمالا بيكونوا 3 مرات بالاسبوع، يوم اي يوم لا، لانه الالتهاب موجود وعلى طول لازم نساعد المريض يظهر البلغم تما يجمع الالتهاب. عند الاولاد بننتبه انه يكونوا كل يوم اجمالا، يعني بيكون المعالج الفيزيائي عم بيروح على البيت او يمكن بالمستشفى كل يوم بينعملوا هدول التمارين حتى يظهر الالتهاب من جسمه. وبالحالات المزمنه يعني في حال مرض في عندهم امراض مزمنه مثل البي بي سي او او هي المرض من بيجي من الدخان بصير في التهاب بالرويه والتهاب مزمن، هون بينعملوا تمارين كل يوم لمدى الحياه، لانه هالالتهاب موجود ولازم نساعده يظهر قد ما فينا هالبلغم. نعم، وصلنا سؤال على الواتساب عم بيسالوك اللي بينفخ البالون، يعني بضل عم بينفخ بالون بكرر هالعمليه، أوكي. هل هالشيء بياثر على نفسه بالمستقبل؟ لا بالاجمال بتعب شوي نفسه شوي زياده، ولكن ما بياثر على التهاب او اي حال نوع من الالتهابات، ولكن قد ما في يكون عم بيريح حاله من فتره للثانيه حتى ما كثير يتعب نفسه بهالشيء اللي عم بيعمله، يعني يجرب يكون في عنده نوع من بوز صغيره اذا هذا الشيء بيكون عم يعمله على طول. نعم، سؤال ثاني على الواتساب، اذا الرئه عبت مي هون بيختلف العلاج ولا العلاج بيكون نفسه؟ اذا الرئه عبت مي اجمالا بيكون نفس العلاج، نحن بالتهابات الرويه ومشاكل الرويه
ما كثير بنشوف شو هي المشكله، لانه العوارض اجمالا بتكون هي ذاتها، يلي هن ضيقه النفس تنقويه، ويلي هن تشنجات العضليه حول القفص الصدري، ويلي هي كمان تجميع البلغم. يعني هن العوارض اللي بنشتغل عليها عندي فوندامنتو شو هي المشكله، اجمالا شو ما كانت المشكله نفس العلاج بيكون. نعم، كمان سؤال واتساب، شو يعني وقت يقولوا صفقه هواء ولا لفحه هواء اصابت الرئه؟ صفقه الهواء هي اجمالا مش بتصيب الرئه دغري، يعني اجمالا بتصيب العضلات الموجوده حوالي الرئه، وبصير في نوع من تشنجات عضليه. اجمالا العالم بتفكر شوي انه هي صابت الرئه دغري، ولكن هي صفقه الهواء بتكون اجمالا من انتقال من الحراره بارده للحراره السخنه او العكس، وبصير في تشنجات عضليه ومرات التهابات بالعضل، اوكي، وبتعمل اوجاع صدر، بس ولكن بتكون لها خارجيه، يعني اجمالا من العضل اكثر ما تكون من الرئه. نعم، باختصار نادين بدنا منك نصيحة أخيرة لنا للمشاهدين. نصيحة أخيرة للمشاهدين، أول شيء يبتعدوا عن التدخين، لأنه التدخين هو السبب الأساسي لالتهابات الرئة، وفي حال في حيال نوع التهابات إن كان من الدخان ولا إن كان من حيال نوع من الفيروس، دائما يتوجهوا لعند الطبيب المختص حتى ما يتركوا هالمشكلة تتأزم، لأنه التهابات الرئة في حال تركت علاجها بيصير كثير صعب، بتصير مزمنة، دونك نحلها بدغري بأسرع وقت ممكن تما تصير تتطور المشكلة وتصير مشكلة مزمنة. نعم، نديم فخوري بدي اتشكر حضورك معنا، واكيد رح بيكون لنا لقاءات ثانيه مع حضرتك. مشاهدينا بعد البريك رح تنضم لنا اخصائيه التغذيه غنى غلياني، خليكم معنا. ترقبوا في حلقتنا فقره خاصه عن فيا اناناس من بوست شوب. This is Ricky Martin and you're watching Pop Up. معكم كارول سميحة، عم تحضرونا ب Pop Up. Hi Angela, it's Cody Wise. I just wanted to let you guys know, keep watching Pop Up. تابعوا كل اخباري على برنامج Pop Up. What's going on? This is Neo and you're watching Pop Up. This is Aloe Black and you're watching Pop Up. تابعوني على Pop Up. على LBC وقنوات روتانا مع أنجيلا. مروان خوري. وائل جسار. رامي عياش. في Pop Up تميز كان وبعده الهدف. Pop Up الأربعاء الساعة 7 المساء على LBC. أقصى الفؤاد يا حبيبي. ليه دايما الجواز بيعتبروه حاجه مش رومانسيه؟ انا بعتبره قمه الرومانسيه. استمتع بكل لحظه بقعدتنا بالشاي بالعشاء. وهذا الوقت بحسه انه هو مهم لإلي ومهم لإلهم انه نكون سوا. سولا السبت الساعة 9 المساء على الـ LBC. بدي رحب بكل المشاهدين. ينطلق برنامج ببيروت. كل عشاء التكنولوجيا الحديثة والرجيم النباتي. احنا مهتمين جدا بهذا الموضوع. Time for glamour and fashion. Come on. عالم الموضة والاكسسوار قديش حلو كوني كتير سبيشل. رح نشوف شو صارت اشياء جديدة بالاسواق. جولة على صالة السينما. مجموعة من الضيوف، التقارير والحوارات المهمة. برنامجنا مستمر مع الكثير من الاشياء الحلوة في انتظاركم. ببيروت يوميا الساعة 2:30 الظهر على LBC. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار. Oh,
كاتووك، البرنامج اللي بينفرد بنقل اخر صيحات الموضه واهم ابتكارات المصممين بالتعاون مع شركه فاشن تي في العالميه. كاتووك يوميا الساعه 11 المساء على ال بي سي. With the new collection in stores now. Faux concept urban Danish design since 1952. وصلنا للفكرة الأخيرة بحلقتنا لليوم، وبصرنا نستقبل معنا بالاستوديو أخصائية التغذية غنى غلييني. أهلا وسهلا فيك غنى. مرسي. كيفك؟ الحمد لله. قبل ما نبدأ حديثنا خلينا نشوف تقرير بيعرفنا كيف ممكن نتخلص من الوزن الزايد من خلال منتجات بوست شوب. بوست شوب بيقدم منتج ثوري جديد راح يساعدكم تحلوا كل مشاكل الوزن الزايد وتتخلصوا منه. بيلاين منتج جديد عبارة عن مكمل غذائي يساعد على تنحيف وحل كل المشاكل المتعلقة بالوزن الزايد والدهون المتراكمة. بيقدر فيالاين يساعد على حل مشكلة الإيموشنال إيترز، أي الناس يلي بيلجأوا للأكل بكمية مفرطة عند الشعور بالتوتر. بيمنح فيالاين شعور بالشبع، وبهالطريقة بيساعد على التخلص من مشكلة السمنة المفرطة. استعملنا المستمر لفيالاين تبين أنه الطلب عليه عم بيزيد تدريجياً كل شهر بعد شهر بسبب مفعوله المهم على حالات النصاحة والحالات السمنة الزايدة. Pour la marque Diatonique, mes missions sont d'élaborer des formules pour les produits. Dans un premier temps, on va sélectionner les ingrédients afin de s'assurer que les ingrédients sont de bonne qualité à des doses efficaces. Dans un second temps, on va aussi assurer tout le contrôle qualité lors des fabrications donc des produits Diatonique pour s'assurer de leur conformité. Et enfin, nous allons aussi contrôler ces produits avant la commercialisation pour assurer aussi leur qualité. فيالاين منتج بيحتوي على الزعفران بيساعد على التنحيف والمحافظة على وزن مثالي، ما إله أي أثار جانبية، بيشتغل على السيروتونين يلي بتساعد على التحكم بالشهية وعلى تجنب أثار السترس يلي معقول تأثر على الوزن وتؤدي إلى السمنة الزايدة. غنى عم بشوف إنه منتجاتكم بس متخصصة لنقص الوزن أو عندكم منتجات تانية؟ في عنا أكيد منتجات أخرى خاصة أكيد كمان بتنزيل الوزن، بس هي كريمات يعني إجمالا، وفي عنا قصص كوزمتيك كمان للوجه يعني في عنا ماسكات، في عنا أكيد حبوب كمان وايتنينج بولز، كمان الفيا وايت كمان، بس اليوم ما رح نحكي عنه، بس الفيا وايت كمان كتير مهم لأنه بيساعد الأشخاص اللي حابين يفتحوا لون البشر اللي هي عندهم كمان. غنى عن شو بدنا نحكي اليوم؟ اليوم بدنا نحكي عن المجموعة اللي هي خاصة بأكيد تنزيل الوزن. أكيد يعني مسألة البدانة كمان مشكلة كبيرة كمان عنا كمان بالعالم العربي كمان بالعالم الاوروبي كمان، وفي لها كثير مشاكل يعني اكيد البدانه بطلت بس مساله شكل يعني عندنا كمان الصحه بنفس الوقت كمان. فكمان وفي كثير اشخاص بيحاولوا كثير دايتس بيحاولوا كثير رجيمات وكثير طرق بس اكيد بيفشلوا، اوقات بيكون في عندهم اسباب صحيه بتمنعهم من هالشيء، اوقات ممكن يكون الرجيم كثير شوي ستريكت كثير قاسي. اهم شيء نحن مع الفيا لاين انه نحن عم نخفف الشهيه مش انه عم نقطعها كليا. الفيا لاين هو برودكت اكيد مصنوع باهم لابراتوار بفرنسا اللي هو التروشان مثل ما شفنا، فيا لاين ريد جولد اسمه، ريد جولد يعني الذهب الاحمر يلي هو الزعفران، عشبة الزعفران في لها كثير فوائد عديدة ومنها كمان يلي هي تخفيف الشهية وبنفس الوقت بتعلي المود بتعلي المزاج، يعني أغلبية الأدوية يلي هي بتشتغل على ستريس ممكن يدخل بتركيبتها السافرون يلي هو الزعفران. الفيا لاين عم يشتغل على ثلاث نواحي، أول شيء هو أنتي أبيتي بخفف الشهية، أكيد لليفل معين نكون نحن بنضلنا عم ناكل، ما المفروض نحن نقطع الشهية كليا لأنه إذا كنا قطعنا الشهية كليا بنخسر
كثير فيتامينات وممكن نضعف بطريقه كثير سريعه، بس بنكون نحن عم ناذي جسمنا، بنكون نحن عم نخسر عضل، بنكون نحن عم نخسر مي كمان بذات الوقت. اهم شيء انه نكون عم ننزل بطريقه صحيه. وهون بس لما بحكي طريقه صحيه يعني نحن مفروض نركز اكثر شيء على الفات، على اكيد الدهون. اهم شيء نركز انه لازم نكسب عضل اكثر حتى يكون في عندنا ميتابوليزم اعلى، مش انه نخسر عضل. الفيا لاين بيساعدنا انه يخفف لنا شهيتنا وانتي ستريس بنفس الوقت، يعني بيعلي المود بيعلي المزاج. يعني في كثير اشخاص بجربوا كثير دايتس بس اوقات نحن بنبلش يوم الاثنين بنرجع اربع خميس او انه بنرجع بنزعبر بنقول فكسنا الدايت ويلا بنرجع بنكمل خلينا للاثنين اللي جاي. هيدي مساله الزعبره كثير مهمه لانه نحن اذا بدنا نخسر وزن مفروض نحن هي عمليه حسابيه، مساله كالوريز. قد ما نحن بناكل حاجتنا مفروض نحن نحرق، اذا كنا عم ناكل زياده خلال الاسبوع بنرجع بنزيد او انه وزننا بدله اكيد على رقم معين. مفروض نحن خلال الاسبوع ننزل 3500 كالوري حتى نقدر نحن نخسر بين نص كيلو او كيلو وزن. فاهم شيء انه نحن ما نزعبر، نلتزم بالكميات. الفيا لاين عم بيساعدنا انه ناكل قد ما انه نحن بحاجه. يعني في كثير اشخاص اوقات بيتروقوا مرتين، بيتغدوا مرتين، بيتعشوا مرتين، وهول الاشخاص ممكن يكونوا هن ايموشنال ايترز، يعني بياكلوا اذا كانوا معصبين، اذا كانوا ستريسي، ما بيقعدوا بيقدروا الكميه. يعني اوقات كثير نحن بنفقد السيطره، بنصير ساعه بناكل حلو، ساعه بناكل مالح، بنرجع يعني كمان بنفس الوقت. الفيا لاين اهم شيء انه طبيعي، يعني نحن كثير بنخاف من كل شيء قصص قاطع شهيه بنقول ممكن تعمل لنا سايد افكتس. الحلو مع الفيا لاين انه هو بس معمول من عشبه الزعفران، بنقدر نعطيه امراض ضغط، امراض سكري، امراض كوليسترول، ما راح يعمل لنا اكيد سايد افكتس. نعم، شو اللي بيميزه عن غيره؟ والمعروف انه هيك نوع من الادويه يمكن تعمل كثير عوارض جانبيه مثل دقات القلب وغيرها، ليه فيا لاين ما عنده عوارض جانبيه؟ اللي هو بيميزه انه هو بس معمول من اكيد عشبه الزعفران يلي هي عشبه طبيعيه في لها فوائد كثير مثل ما حكيت. منها كمان اكثر شيء بنركز على اكيد منطقه البطن، يلي عنده نصاحه على كمان منطقه البطن لانه نحن كمان بنقول فلات ستومك يعني بطن ممسوح. ليش؟ لانه كمان الزعفران بيساعدنا على اكيد مشاكل عصر الهضم، مهضم بنفس الوقت. اذا كنا كمان في عندنا مشاكل كمان غازات كثير بيساعد، يعني الاشخاص اللي هن تناولوا الفيا لاين حسوا انه اكثر هن مرتاحين، عم يقدروا اكثر يهضموا الاكل بطريقه احسن. واوقات كثير اذا كان في عندنا مشاكل بالمعده او انه عصر هضم بنصير نحن بنخزن دهون، ما بنعود نحن بنحرق الاكل يلي نحن بنكون نحن تناولناه. واهم شيء انه نحن مرتاحين، ما بنحس حالنا انه نحن معصبين وعم نعمل دايت، لا بالعكس نحن عم نبلش وجبتنا عم نحس انه نحن عم نقوم عن السفره قبل، يعني اهم شيء. واهم شيء ناكل نحن على كمان على مهل لانه عاده الدماغ بده كمان حتى يجي الاوردر انه نحن كمان شمعنا بدنا تقريبا 20 دقيقه. فالفيا لاني بيتاخد على الريق حبتين مفروض ناخدهم، وبشدد انه قرقشه مفروض يتاخدوا مش انه بلعت حتى تصير الامتصاص اسرع، وهيك ساعتها بيشتغل يعني خلال ساعه ساعتين مفروض اكيد نحن نحس بالفرق. نعم، قولي لنا قد ايه بينزل وزن الشخص عليه تقريبا؟ نقول بجمعه او الشهر؟ مفروض تقريبا خلال اسبوعين لانه العلبه بتحتوي على 30 حبه ونحن كل يوم عم ناخذ حبتين. فاكيد بضايلنا اسبوعين، خلال اسبوعين مفروض مينيموم 3 كيلو، ماكسيموم 6 كيلو، اوكي؟ هذا الشيء حسب الجسم. اكيد حسب الجسم، حسب العمر، حسب كمان الوزن بنفس الوقت، حسب يمكن الاكل اللي عم ناكله، نوعيه الاكل اللي عم ناكله. نوعيه الاكل كمان كثير كثير مهمه، يعني نحن بنهون على حالنا انه نحن نخسر احسن اذا كنا كمان بنفس الوقت هالنوعيه الصحيه. يعني الفيا لاين عم بخفف الكميه، واذا انا كمان زبطت النوعيه الصحيه بقدر اكيد انزل بطريقه كمان اصح وبطريقه كمان اهين بنفس الوقت. على اي نوع من الاطعمه لازم نركز اهم شيء نحن عم ناخذ فيا لاين لحتى نوصل لهدفنا اللي هو يمكن 6 كيلو؟ اوكي، هلا اكثر شيء نحن مفروض نركز لانه هو عم بيركز اكثر شيء على منطقه البطن وعلى كمان اكيد الجسم ككل. اهم شيء مفروض نحن نمتنع على كل شيء من كل شيء دهون اللي هي مشبعه، يعني مفروض نقطع كل شيء مقالي، فرايز، قصص كل شيء فاست فود اللي هي فيها دهون، حتى نكون انا بهمنا انه نخسر بطريقه صحيه وانه بنفس الوقت اخسر كمان فات. بنفس الوقت السكريات كمان، لانه اهم شيء الفيا لاين عم بخفف الشهيه على السكريات، على كمان النشويات اللي هن عندهم كمان هوس، الاشخاص يلي بحبوا كثير الشوكولا والسكريات السريعه والحلويات.
ما بيقدروا يوقفوها. الفيا لاين عم بيساعد انه عم بخفف الشهيه اكثر شيء على السكريات الشوكولا الحلويات وغيرها. هيدا شيء كثير حلو لانه في اشخاص بحبوا هيدي القصص كثير، لانه بس لما ناكل قصص حلويات وشوكولا بيعلى المود عنا، بيعلى هرمون السيروتونين. فالفيا لاين السافرون الزعفران عم بيعلي هرمون السيروتونين لليفل معين، نكون نحن مودنا عالي وما بقى نطلب هيدي القصص اللي هي مضره والسكريات والنشويات السريعه. نعم، عم نشوف غير منتجات قدامي، كان شو بدك تخبرينا غير الفيا لاين؟ اكيد في عندنا الفيا اناناس اللي هو كمان منتج كمان قديم، كمان موجود عندنا كمان بشركه البوست شوب، اللي هو فات بيرنر، بيساعد الاشخاص اللي في عندهم دهون عاليه واللي بنفس الوقت ما بيعانوا كمان من اكيد مشكله شهيه، يعني في ناس كثير بيكون اكلهم قليل بس في عندهم ميتابوليزم واطي او انه نسبه حرق واطي، فبيساعدهم كثير الفيا اناناس انه يقدروا يحرقوا دهون بنفس الوقت، واللي اكيد في عندهم كمان مشكله كمان سيلوليت بيساعدهم كثير لانه عم بفكك الخلايا الدهنيه عن بعضها، وبنفس الوقت مع اكيد كمان رجيم كمان قليل بالدهون مع اكيد سبور ومع اكيد شرب مي بنقدر نحن نتخلص من هيدي المشكله كمان. نعم، وبيقدروا يتاخذوا مع بعض قلنا بنقدر ناخذ الفيا لاين والفيا اناناس بذات الوقت اذا كنا نحن مستعجلين. خلينا نرجع نذكر المشاهدين الطريقه اللي بتتاخذ فيها فيا لاين وفيا اناناس. اكيد بالنسبه للفيا لاين حبتين على الريق قرقشه مع كبيتين مي، بنرجع بعدين بالنسبه للفيا اناناس حبتين قبل الغداء بنص ساعة اكيد كمان مع مي بلع هون مش قرش، وفي عنا كمان حبة قبل العشاء بنص ساعة، إذا كان في عنا كثير وزن عالي بناخذ ساعتها حبتين فيا أناناس قبل الغداء بنص ساعة وحبتين كمان فيا أناناس قبل العشاء بنص ساعة. وبعد في شيء كمان كثير مهم يلي هو البرودكت المنتج كمان جديد كمان نزل كمان بالأسواق، أهم شيء بنذكر كمان الأشخاص إنه بيقدروا أكيد يتواصلوا مع كمان يتواصلوا معنا عبر كمان فيسبوك عبر كمان الواتساب يسألونا أي سؤال أي كمان استشارة، الاستشارة عنا مجانية، إذا كمان بحبوا كمان يزورونا كمان بالعيادة نقدر نعمل الفري فات تست يلي بفرجينا إنه نحن مزبوط عم نخسر فات مش إنه عم نروح عضل ومي. وإذا معنا وقت نقدر نحكي عن أكيد الفيا تروجور إكسبرس أو 3 دايز إكسبرس يلي هو كمان منتج مميز لأنه منتج هو نحن بناخده بس على 3 أيام، يمكن شوي نتفاجئ بفكرته بس صح. هو بنفس الوقت كثير صحي، يعني هون الفيا تروجور اكسبرس انعمل بطريقه انه بنفس الوقت ينزلنا وزن بطريقه سريعه بس كمان بطريقه صحيه، يعني اول شيء الشخص بينقذ انه بثلاث ايام ممكن انزل انا كيلوات، المفروض هو بثلاث ايام ينزل 2 كيلو و4 سنتي على منطقه البطن، يعني هون كمان في اشخاص كثير بيكون جسمهم كثير متناسق بس بيكون في عندهم مشكله بطن او بيكونوا حابين كمان يعطوا شيب حلوه كمان للجسم ينحتوا الجسم كمان، نحن كمان بنقول الفيا تروجور اكسبرس بينحت الجسم بيعطي فورم حلوه كمان للجسم وبنفس الوقت ديتوكس، يعني كثير مهم من فتره للثانيه بين اكيد فصل والثاني اذا كنا مرقنا كمان قد ايه يعني لازم نستعمل تقريباً يعني مرتين بالشهر اذا كنا حبينا كمان نكرره، مش انه نعمل بروجرام ورا بعض يعني ثلاث ايام بثلاث ايام كمان بنقول مثل شي عروس تكون عم تحضر لعرسها بدها تنزل أكيد كم كيلو اكيد بسرعة. اكيد بيساعد كثير عروس معزومين على مثلا عرس معين قسنا فستاننا لقيناه كثير سبيق علينا حابين نعمل شيب كمان لجسمنا بيساعدنا وهذا بزياده انه بيعمل ديتوكس كمان. وبنفس الوقت كمان عم نعمل ديتوكس بس لما نحكي ديتوكس يعني نحن كمان عم نهين عمليه خساره الوزن، يعني فينا اول شيء نبلش بالترواجور اكسبرس ننزل 2 كيلو نعمل ديتوكس لجسمنا وبنرجع بعدين بنكمل فيا لاين او انه بنكمل فيا اناناس. هو بروجرام كامل متكامل جاي معه الدايت مترجم انجلش وفرنش وكمان ترجمنا كمان بالعربي ترانسليشن كمان، والاكل كثير طيب وكثير هين بنفس الوقت بنقدر كمان نحضره بالبيت. في عندنا الحبوب يلي هن مقسمين ترويقه غدا عشاء وعم نشوف اكيد الوان، اللون الزهري حبتين على الترويقه، اللون البني حبتين على الغدا، اللون الزهري بيعطونا نشاط وكمان فات برنر كمان بيحرقوا فات، اللون البني هن فايبرز الياف بشبعونا كمان، واللون الابيض هن دخلهم جرين تي وكارنيتين كمان فات برنر وبيعلوا كمان نسبه الحرق. مع ثلاث ظروف مفروض نذوب كل يوم ساشي ظرف بكبايه مي على اكيد وجبه الترويقه يلي بيعمل لنا يعني كمان بيعمل لنا ديتوكس وبيخلصنا اكيد من مشاكل البطن النفخه والغازات الى اخره. فاذا الفيا تروجور اكسبرس حل للاشخاص يلي حابين ينزلوا 2 كيلو بطريقه سريعه، للاشخاص يلي عاملين شيء اسمه بلوك يعني وصلنا لمرحله
عالي ما بقى وزننا كمان عم ينزل. وكمان بنصح فيه للاشخاص يلي حابين يبلشوا بدايه مشجعه كمان يشوفوا على الميزان نزلنا كم كيلو بنرجع بنكمل اكيد مع غير برودكت او انه بنكمل دايت لو كالوري. نعم، الحبوب بيتاخذوا قبل الاكل ام بعد الاكل؟ المفروض ديورينج مع الاكل، المفروض يتاخذوا بنص الاكل، وكل حبتين مثل ما حكيت عم يشتغلوا على اكيد شيء معين. وبشدد كثير على كمان مساله كمان التزوير، لانه بالنسبه للفيا اناناس كمان للفيا لاين عم بيصير في كثير تقليد وتزوير. اهم شيء يتاكدوا من اكيد الكارت اللي هو الفيريفيكيشن كارت اللي موجود بقلب كل علبه. فعندنا اربع طرق حتى نقدر نتاكد اذا كان البرودوي اصلي او انه اذا كان مزور من خلال هيدا الكارت. في عندنا شيء اسمه كيو ار كود، اوكي، او انه فينا كمان نبعث مسج على كمان الواتساب حتى يوصلنا مسج اذا كان البرودوي اصلي او انه اذا كان مزور. نعم. عندك نصيحه اخيره لنا وللمشاهدين كمان؟ اهم شيء اكيد نحن نضلنا محافظين على كمان صحتنا، نراقب وزننا على كمان على طول، ما نخلي اكيد كل شيء كيلويات اكيد تتراكم بالجسم. ونحن كمان بننصحهم كمان يتوجهوا لنا يستشيرونا، واكيد المتابعه متاحه للجميع. نعم اكيد غنى رح بيكون لنا ان شاء الله لقاءات ثانيه معك. بدي اتشكر حضورك معنا. مشاهدينا لهون خلصت حلقتنا لليوم من صحتك بالدنيا. موضوع بكره هو مشاكل التنفس والرئه بس عند الكبار. انطرونا.